صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح On Time بنتابع مع حضراتكم كل جديد بيحدث على الساحة الكروية، وعندنا كمان أخبار وفقرات كتيرة جدا. ودايما بكون سعيدة بوجودي مع زميلي العزيز محمد غانم. بصبح عليك غانم، صباحك زي الفل. صباح الخير عليك يا فرح، وصباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قنوات On Time Sports. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح On Time، حلقة دسمة، حلقة مليئة بالأحداث الرياضية، متابعة أكيد لعودة الدوري العام الممتاز، متابعة أيضا لكأس العالم للأندية. هناك بعض الدوريات الاوروبيه ايضا المشتعله زي الدوري الانجليزي بخلاف بعض المباريات الهامه في كؤوس ايطاليا واسبانيا. كل هذه الامور هنغطيها في صباح، خطوه واحده من جميع الانديه. بندعو ايضا الى عدم التلون في الرساله الاعلاميه اللي احنا بنقدمها لحضراتكم، وبناء على ذلك قررت الهيئه الوطنيه للاعلام احاله المذيع حسام حداد للتحقيق وايقافه كمان عن العمل لما بدر منه ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذيع على شاشه القناه الاولى. تؤكد الوطنيه للاعلام بانها بتقف على مسافه واحده بين كافه الانديه المصريه بخلاف كل طبعا الالوان الخاصه بالانديه المصريه، بتتعامل ايضا بحياديه تامه، وان كافه الانديه الرياضيه المصريه لها كل التقدير والاحترام، وبنتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الانجازات اللي بتضاف لرصيد الرياضه المصريه. ايضا المتحده للاعلام او الخدمات الاعلاميه اكدت التزام كافه برامجها وقنواتها بالكود الرياضي المعلن من قبل والذي يدعم المنتخبات المصرية، وبينبذ أيضا التعصب وبيدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر. وجاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرار الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ إجراءات هتكون تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد نتيجة ما جاء على لسانه في سياق برنامج صباح الخير يا مصر، مما كان ليه أثر سلبي تابعناه على مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الكرة المصرية بخلاف كل انتماءاتها. وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص، دائما للمشاهد، ودوما نطالب بالاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية. أعتقد كلام يحترم، أعتقد كلنا كمان كإعلاميين يجب أن نقف تماما على بعد خطوات واحدة وخطوات واضحة بجانب طبعا كل هذه الأمور المعلنة في الخبر السابق. نروح مع حضراتكم لبعض الأطعمة كده اللي دايما لما بيجي فصل الشتاء أو الصيف بيكون في كده بعض الأطعمة ممكن إن هي تكون في صالحنا أو في صالح أكيد حالتنا الصحية إن احنا نتناولها. نقول لحضراتكم بعض المعلومات عن الأطعمة، إن تم تحديد مجموعة طبية من أطعمة بتأثر سلبيا على متوسط العمر المتوقع، وصفة هذه الأطعمة بأن هي أحد أسباب زيادة الوفيات. وأكدت ليزا توربورغ أخصائية التغذية في ماي كلينيك أهمية تقليل اللحوم الحمراء في النظام الغذائي. قالت إيه؟ قالت وجدت إحدى الدراسات وجود صلة ما بين الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وخاصة سرطان القولون، كما تحدث الطبيب ستيفن كوبيكي من نفس المركز عن دور الأطعمة المقلية في الإصابة بمرضى السكري من النوع الثاني ومشكلات القلب، ووصف الوقت ذاته بعدم الإفراط في استخدام الأطعمة المحتوية طبعا على السكر. دي من الحاجات المهمة جدا، الناس اللي بتعاني من ارتفاع في ضغط الدم، من الكوليسترول، من السكر، من الضغط، نحاول ان احنا نقلل اي حاجة ممكن تكون متتحمر في الزيت، الحاجات دي، اللحوم الحمراء، كل ده ممكن لا قدر الله يخلينا عندنا عرضة إصابة اكتر بالسرطان وغيره من الامراض اللي قلناها لحضراتكم. ماذا عن حالة الجو؟ طبعا بقالنا فترة كده بنمر بحالة من التقلب في الأحوال الجوية. شفنا شهر يناير كان مليء بالأحداث المتغيرة وتقلبات جوية كثيرة، توقعنا أن شهر فبراير هيسودوا بعض يعني الانتظام أو الثبات في أحوال الجوية، ولكن هيئة الأرصاد الجوية بتؤكد أن النهاردة الأربعاء هيشهد انخفاض في درجات الحرارة عشان يسود طقس مائل للبرودة نهارا ولكن شديد البرودة ليلا، فلازم نخلي بالنا لأن البرودة هتكون على كافة الأنحاء من شمال مصر لحد جنوبها، ولكن الصقيع هيكون في وسط سيناء. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هيشهد كمان أمطار خفيفة إلى متوسطة، ده على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. أما على القاهرة الكبرى والوجه البحري فهتكون أمطار خفيفة، وإن شاء الله الأمطار دي من المتوقع حدوثها مساء، فلازم نتوخى الحذر في كل الأمور الخاصة بالقيادة وأيضا الملابس الشتوية عشان يعني نحافظ على نفسنا من أي أمور قد يعني تعطل أو تعرقل حياتنا العملية بشكل عام.
هنروح مع حضراتكم دلوقتي لخبر للأسف بقى بيدور الناس كتير جدا، بيجي لها فيروس كورونا وبعد كده بقينا بنشوف ان الفيروس ده ممكن يأثر عليها او على صحتها بشكل عام، ممكن كمان لا قدر الله يبتدي ان هو يضرهم في صحتهم. بتفيد التحاليل او التحاليل المتعمقة عموما للبيانات الصحية الفيدرالية في الولايات المتحدة بان اللي بيجي لهم كورونا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية في غضون شهر لسنة بعد الإصابة. المضاعفات دي بتشمل إيه؟ بتشمل اضطراب نظم القلب، التهاب القلب، الغلطات الدموية، السكتة الدماغية، مرض الشريان التاجي، النوبات القلبية، فشل القلب أو حتى الموت. وتحدث مثل هذه المشكلات حتى بين أولئك الذين أصيبوا بعدوى خفيفة من كوفيد 19، يعني مش بس اللي جالهم كوفيد 19 كانت الأعراض تقيلة فيقول أو والله أنا كانت الأعراض تقيلة علي قوي فأنا لقدر الله ممكن يكون عندي مضاعفات بعد الفيروس، لا، حتى الناس اللي مروا بالفيروس بمنتهى السهولة والبساطة عليهم وكان خفيف عليهم برضو لقدر الله معرضين إن هم تجيلهم مضاعفات من شهر لمدة سنة. وزي ما تابعنا مع حضراتكم كمان هنا ما بنتكلمش فقط على الأشخاص العاديين، بنتكلم كمان على الرياضيين. يعني الطبيعي أن أنا ممكن لما أفكر في خبر زي ده أقول آه ده ممكن يكون شخص مش بيخلي باله من صحته، ممكن يكون عنده مثلا الوزن بتاعه زايد شوية، ممكن يكون كبار السن، ممكن هم اللي يكونوا عرضة لده. لا، احنا شفنا مع حضراتكم عدد كبير من النجوم سواء إذا كانوا في كرة القدم أو في كرة اليد، احنا هنا بنتكلم في الوقت الحالي اللي بنمر بيه، شايفين بدر بنون مع حضراتكم من اللعيبة اللي عنده مضاعفات بسبب فيروس كورونا، شايفين في لعيبة كرة اليد حسن قداح بيعاني من مضاعفات بسبب فيروس كورونا. طبعا ده خطر لا قدر الله، لازم نخلي بالنا على صحتنا. حتى الناس اللي بتصاب بالفيروس لازم تتابع مع دكتور، ولو حاسس بأي كده أمور خاصة كده أو حاجات غريبة ممكن تكون دخيلة عليهم أو على صحتهم على طول يتوجهوا لدكتور ويتابعوا معاه. أعتقد يا غانم الموضوع ده بقى كبير جدا وشفناه، وشفناه كمان في الملاعب الأوروبية زي إيركسن. لازم نخلي بالنا على صحتنا وإن شاء الله نعدي الأمر ده، ولكن لا هو بقى موجود وعايشين فيه. هو خطر على الرياضيين أكتر من الناس اللي ما بتمارسش الرياضة بشكل عام. يعني لما تناولنا الخبر ده فرح في حلقات كتيرة كمان، وكنا احنا انفردنا بالتقرير وعملنا مداخلة هاتفية مع أحد الأطباء، أكد إن فعلا الرياضيين بيتأثروا بشكل كبير جدا، والكورونا بتأثر بشكل صحيح. ما على جزء في القلب طبعا، بتعمل يعني حاجة في عضلة القلب، فبالتالي الكل لازم يعمل زي كشف دوري كده، لازم الواحد ياخد باله ولازم يكشف، لأنه ممكن يكون عنده حاجة لا قدر الله ومش عارفها، وتبقى وقتها العواقب أكتر بشكل كبير. فربنا يشفي الكل والسلامة للجميع. الحقيقه الفقره اللي قادمه هي فقره تصريح وتعليق، واحنا كنا بنتساءل طوال فتره بطوله كاس الامم الافريقيه عن اسباب تالق لاعبي منتخبنا الوطني المصري، واسباب كمان وصولهم لمراحل ابعد مما كنا نتوقع. كنا عندنا اكيد طموح، كنا عندنا رغبه ان احنا نشوف منتخبنا الوطني المصري في النهائي وبيتوج كمان بلقب هذه البطوله، ولكن كان في حاله كده من الالتزام والاحترافيه كانت احد اسباب تالق منتخبنا الوطني المصري في بطوله كاس الامم الافريقيه. بدأت تخرج التصريحات والتعليقات، وفوجئنا فعلا بالتأكيد على كلامنا. وأحمد فتوح واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري، واحد من نجوم هذه البطولة بشكل عام، وبعد نهاية دور المجموعات وضح وقال إن كروش منعنا من استخدام الموبايلات أو الهواتف المحمولة خارج غرفنا، سواء في التدريبات أو في الأوتوبيسات وهم رايحين التدريب أو أثناء الوجبات وخلافه، وسمح لهم فقط إن هم يستخدموا الموبايلات أما يرجعوا في نهاية اليوم لغرفهم. فبالتالي اللاعبين عندهم التزام ووعي واحترافية، فبيؤكدوا ان هم كمان لما كانوا بيرجعوا للاوض عارفين ان هم لاعبين محترفين، والطبيعي ان هم يناموا بدري، فبالتالي ما كانوش بيستخدموا الموبايلات من الاساس. واعتقد ان الالتزام والاحترافيه دي فرح هي اللي خلتنا بنشوف الاداء في الملعب، والناس كانت مستغربه ازاي منتخب بيلعب اربع مباريات كلهم اشواط اضافيه، يعني زياده عن اي منتخب تاني، ولازالوا واقفين على رجليهم، والمباريات دي مش قدام فرق اي كلام. فكره ان انت تقفل على المعسكر وان يكون عندك التزام وان اللي يكون كله انضباط داخل المعسكر، اعتقد دي من الحاجات اللي كان بيمتاز بيها كيروش، وده اللي كنا بنسمعه كمان بره المعسكر قد ايه هو مستاء جدا من فكره ان ممكن اي حد يجي يتصور مع اللعيبه، المعسكر مغلق تماما، مفيش اي حد بيحتك باللعيبه، وده الحمد لله اللي صب في مصلحه المنتخب باصابات فيروس كورونا، ان ما كانش فيه اصابات الحمد لله. فده من الحاجات اللي كانت في صالحنا حتى الاصابات
الرابطين فقط اللي كانوا في المنتخب كانوا لكابتن عصام الحضري ومحمد ابو جبل قبل التوجه للكاميرون، فاعتقد ان كل ده كان واضح وباين من النتيجه اللي شفناها يا غانم. نحط بقى كلمه الالتزام والاحترافيه، هي فعلا والاحترافية. الحاجه اللي انا مبسوط ان احنا بدانا نشوفها في لعبتنا والوعي اللي اصبح عندهم بعيد عن الوعي الخططي والوعي التكتيكي، لا في وعي كمان خارج المعسكر زي ما احنا بنشوف كده. صحيح. طيب نروح مع حضراتكم استكمالا لفقرتنا تصريح وتعليق. يمكن التصريحات زي ما بنقول لحضراتكم اللي ابتدت تنهال علينا وابتدينا نعرفها ونعرف الخبايا بقى اللي ما كناش عارفينها في تفاصيل المباريات اللي مرينا بيها في كأس الأمم الإفريقية. الكل كان مستغرب جدا انه طبيعي بعد مباراة الكاميرون نبتدي نشوف عناصر جديدة اذا ربنا اراد ووصلنا لركلات الترجيح، فمن الطبيعي ان احنا كنا نشوف عناصر جديدة بتشارك في ركلات الترجيح علشان اكيد منتخب السنغال ابتدى ان هو يدرس منتخبنا الوطني بشكل كبير جدا، فالطبيعي ان احنا نشتغل على عناصر جديدة ما تكونش اتحفظت زي ما بيقولوا بلغة الكورة. الكل اتفاجئ ان مستر كارلوس كيروش اعتمد على نفس العناصر اللي سددت الكرات السابقه في منتخب الكاميرون او في مباراه منتخب الكاميرون، منهم محمد عبد المنعم، منهم مهند لاشين، منهم زي ما تابعنا مع حضراتكم اللعيبه اللي يعني لحقت ان هي تسجل ولكن الضربات دي او ركلات الترجيح اتصدت، يمكن ما فيش غير ركله جزاء واحده فقط هي اللي دخلت المرمى، طبعا من احمد السيد زيزو زي ما شفنا مع حضراتكم، كمان مروان حمدي تالق في ركلات الترجيح. ولكن خلوني اروح معاكم للجزئيه الخاصه بمحمد النيني. محمد النيني لاعب منتخب مصر وارسنال الانجليزي، طبعا من المعروف ان هو يعني قلبه قوي، طبيعي انه يسدد ركلات جزاء بشكل جيد جدا. بيقول لك انا عموما بسدد ركلات الجزاء بشكل جيد جدا، لكن انا كنت خايف لاني ما كنتش استطيع ان انا اتحمل شعور ان يكون السبب في خساره فريقي، لان طبعا رفضت طلب صلاح في ان انا اسدد. لعبت مرتين مع ارسنال ركلات ترجيح، اهدرت في المرتين، علشان كده ما اقدرش ابدا ان انا اتحمل حزن 110 مليون مصري. ده شيء يحترم، لازم ان انا اكون واضح وصريح مع نفسي. حلو ان طبعا كابتن محمد صلاح اسند لمحمد النيني وطلب منه ان هو يسدد ركله الجزاء، ولكن محمد النيني كان واضح وصريح، أنا خايف إن يكون سبب في تحمل مسؤولية حزن 110 مليون مصري، وده شيء يحترم، وكمان مش بس يحترم، شيء يحترم التصريح والجرأة والصراحة إن أنا كمان مخبيش أو إن أنا كمان أعلن حاجة زي كده. ممكن إن الموضوع كان إنه يستخبى أو ما يتقلش علشان خوفا من المنظر أو المشهد أو المظهر، لا خالص، دي حاجة ما تعبش أي لاعب على فكرة، كل واحد وعارف قدراته. أنا قدراتي إن أنا أقدر إني أتحمل مسؤولية هذا الموقف، وممكن غيري يشعر إنه مش هيتحمل مسؤولية موقف ممكن يكون لا قدر الله يأذيه أو يأذي نفسيا أو يكون سبب في حزن 110 مليون مصري. مهند لاشين على الصعيد الآخر قرر إن هو يسدد ركلة الجزاء بنيابة عن محمد النيني، والتصريحات أيضا اللي صدرت من جانب مهند لاشين رغم إن هو يعني قادر ركلة الجزاء زي ما شفنا مع حضراتكم، ولكن كان قادر إن هو يشوطها أو يسددها، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كلنا بنقول إن كل اللعيبة إخوة، كل اللعيبة بيشيلوا بعض، كل اللعيبة على قلب رجل واحد، ده ما سددش ده يسدد، ده قادر ده مش قادر. عموما كل مباراة ليها ظروفها، وبنقدم لهم كل التحية والتقدير أيا كان كانوا موفقين أو ربنا أراد لهم الفوز أو لا. دايما يا غانم المواقف اللي زي كده البعض ممكن ياخدها على إنه لا إزاي كان المفروض إن هو يسدد، كان لازم يجمد قلبه. لا، في ممكن حد تاني يقولك انا ما اقدرش ان اتحط في الموقف ده. اعتقد انه شيء يحترم برضو من النني انه كان واضح وصريح مع نفسه. طبعا يعني، وخلي بالك ركلات الجزاء ملهاش علاقه انا بلعب في نادي ايه او محترف فين خالص. نشوف لعيبه معروفه واسماء كبيره جدا عالميا بس هي ما عندهاش التالنت دي، وعلى العكس بنشوف لعيبه بتلعب في مراكز
ممكن تبقى من حراسه المرمى على سبيل المثال او في خطوط الدفاعيه، بس هم عندهم القدره، ثبات انفعالي، عندهم تحمل المسؤوليه، عندهم سمات شخصيه تخليهم قادرين يشوطوا ركلات الجزاء. ساديو ماني على سبيل المثال في ليفربول بيضيع كتير، كاس الامم الافريقيه اللي كانت في مصر ضيع كاس الامم واهدر في كاس الامم محمد ابو جبل. فالموضوع ليه علاقه بامور كثيره جدا، بس انت زي ما قلتي كلمه في الاخر عجبتني، يعني الواحد لازم يكون واضح وصريح مع نفسه. انا ما مش قادر ادخل العبها او شايف ان في حد هيكون افضل مني، فخلاص بنخلي البريورتيز او الافضليه للمجيدين اللي هم الخمسه اللي في الاول، وبعد كده لما بنوصل لقصه ركله وركله خلاص بيبقى امر واقع، كل لازم اشوف هيشوف. طب من وجهه نظرك يا غانم، شايف انه في كواليس المباراه دي وفي الظروف اللي مرينا بيها كان من الافضل انه يتم الاعتماد على نفس العناصر اللي سددت ركلات الجزاء في مباراه الكاميرون، ولا كان الدفع بعناصر جديده؟ ومين هم العناصر اللي كنا ممكن نشوفهم في التوقيت ده؟ لا، اول بص، هو الموضوع مبني على الثقه، مبني على التدريبات اللي كانت قبلها، لان معروف ان اللعيبه بتتالق في التدريبات، بيشوطوا ضربات جزاء في التدريبات، فبناء عليه المدير الفني بيكون عارف حاله كل لاعب، وكل لاعب كمان عارف حالته، انا كويس فيها ولا لا، انا قادر ان انا اشوط في ركلات الترجيح ولا لا. فبالتالي السؤال اللي انت سالتيه انا ارد عليه اقول اه طبعا، اللي كانوا شاطوا بيشوطوا بالترتيب تاني لسبب واحد، ان هم خلاص خدوا الثقه. فبالتالي شفتي نفس الترتيب، زيزو اول بينالتي تيكر او اول مسدد لركله ترجيح، كان وراه على طول محمد عبد المنعم، مهند لاشين كان الثالث في الترتيب، لو كان عمر كمال موجود كمان كنت هتشوفيه هو اللي داخل يشوط، كان هيتم تعويضه باي لاعب من اللاعبين اللي شاركوا مكانه. امام عاشور على فكره كان متالق في التدريبات الخاصه بركلات الترجيح. فهي دايما المدربين عاده كده قاعده بيحطوها، انا كان ليا راي اخر بس اقول لك القاعده الاول. المدربين دايما بيحبوا يحطوا افضل واحد وتاني افضل واحد في الاول والخامس، صحيح، عشان الاول بيدي دفعه مهمه جدا، والخامس لو وصلنا لقصه ضربه وضربه بيحطوا ضغط على المنافسين. بالظبط. لا، انا كان ليا وجهه نظر ثانيه في المباراه دي على الاخص، او في مباراه منتخب السنغال، لانه دايما بشوف انه في بعض العناصر ممكن يتم دراستها والشغل عليها بشكل كبير جدا، وده اللي شفناه. ممكن يكون محمد عبد المنعم يعني ما كانش ينطبق عليه هذه المقولة، لأنه ركلة الترجيح كانت خبطت في العارضة، ولكن هتكلم على مهند لاشين على الأخص، أو على عدد تاني من اللعيبة اللي ممكن كان لا قدر الله ما يوفقوش، لأنه حارس المرمى بشكل عام أو المنتخب بيبتدي يدرس اللعيبة اللي انت دفعت بيهم في آخر مباراة. فأعتقد في التوقيت ده انت كان فاضل لك تغييرين، كنت ممكن ان انت تدفع بعناصر جديدة من الآخر بوهيمية وجديدة تماما على المنتخب او منتخب السنغال، فكنت ممكن ان انت تبتدي تلعبهم بشكل مختلف وجديد. وممكن يكونوا اللعيبه دول على فكره متخصصين في ركلات الترجيح في فرقهم، هنا بتكلم على محمود علاء، بتكلم على عبد الله السعيد، كنت ممكن ادفع بمفاجآت جديده لمنتخب السنغال، مش حافظهم، مش حافظ طريقه لعبهم، مش حافظ طريقه تسديدهم. بس كيروش ما كانش عايز كده، فرح انت كنت موجوده في الملعب، هو فضل ان هو يهاجم السنغال وينزل مروان ونزل اوراق هجوميه. لا، انا بتكلم في اخر دقيقتين في المباراه، انا ما هو ده اللي عمله في ركلات الترجيح. انا معاكي تمام، بس هو فضل ان هو مش عايز يوصل لمرحله ركلات الترجيح، ان هو عارف ان هي مبنيه على الحظ. حصل ده في ماتش الكاميرون، وصل نزل محمد شريف، يعني هو وصل. انا بحكي قبل ما يوصل بدقيقتين كان ممكن يعمل تغييرات. خلاص، لا كان في تغييرات، لا على ما اتذكر كان استنفذ، عملها بس في ماتش كان في تغييرات يا غالي. بصي، عملها في ماتش كاميرون، نزل محمد شريف وطلعه وعمل اللي انت بتقولي عليه ده، ونزل حد بيلعب ضربات جزاء كويسه، كانت النتيجه في صالحنا. فده اللي بتكلم فيه، ان ممكن يعني في بعض الامور دي بتبقى وجهات نظر. ما فكرناش يا فرحه وتقلبي على والله يا غانم، انا بقول لك وجهه نظري انا وست، دي وجهه نظري. الواحد بس طبعا حزين يعني لهزيمه منتخب مصر، اكيد يعني الواحد، انا من الناس اللي اتاثرت بشكل كبير جدا، ويعني كنت متواجد في الملعب وشفت حزن اللاعبين، وشفت حاجات الكاميرا كمان ما غطيتهاش، وشفت فرحه الجماهير السنغاليه وبتجري علينا واحنا لابسين تيشرتات منتخب مصر يعني، وعمالين يشاوروا لنا يقولوا لنا انتوا عندكم سبع نجوم، سيبوا لنا احنا بقى نجمه واحده، واخدين الموضوع بهزار، بس فعلا بالنسبه لي كان شيء محزن جدا. والواحد الحمد لله ان هو رجع تاني يشتغل وبتناسى، رجعنا بالسلامه، راجعين بقى الامور كثيره طبعا هتنسينا يعني كاس الامم الافريقيه، وطبعا الهزيمه الخاصه بمنتخبنا الوطني المصري، ونرجع للدوري المصري. الدوري المصري بيعود من جديد في الجوله الثامنه، في بعض المباريات اللي ما لعبتش النهارده باذن الله، انطلاقه هذه المباراه في تمام الساعه 5:30 في امبيا يستضيف مصر المقصه، في تمام الساعه 8 طلائع الجيش بيواجه الجونه. غدا ان شاء الله هيكون ايضا في بعض المباريات، البنك الاهلي يلتقي مع سموحه، والاسماعيلي ما يلتقي مع فيوتشر،
وسريعا كده نفكر الساده المشاهدين باول ثلاث فرق محتله صداره جدول الترتيب. النادي الاهلي في الصداره برصيد 19 نقطه ولكن من 7 مباريات، نادي الزمالك بنفس الرصيد ولكن بافضليه في مباراه، اما نادي بيراميدز في المركز الثالث 17 نقطه من 7 مباريات، هترجع ثاني مباريات الدوري العام الممتاز، هنشوف اثاره من جديد. نامل ان شاء الله ان اللعيبه تستغل فتره الدوري العام الممتاز عشان تقدم اوراق اعتماد. عندنا في مارس مباراتين حاسمتين، مفيش مفر ان احنا نرد الدين للسنغال، ولازم ان احنا نتفوق عليهم ونصعد احنا باذن الله لنهائيات كاس العالم المقامه في قطر. ده اللي بامله ان شاء الله من كل اللاعبين في الدوري المصري بعد ما شافوا زمايلهم بيلعبوا وبيتالقوا في كاس الامم الافريقيه، يكون عندهم كده الغيره ان انا كمان استحق ان انا اكون متواجد في منتخب مصر، وفي الاخر المصلحه عامه للجميع. يومنا الكروي مليء بالمباريات، هنروح مع حضراتكم دلوقتي لكأس العالم للأندية، المنافسة على المركز الخامس. مباراة اليوم إن شاء الله هتكون الساعة 3:30 عصرا، هتكون ما بين مونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي. نروح معاكم لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة أخرى هتكون الساعة 6:30 مساء ما بين الهلال السعودي وتشيلسي. طبعا كنا تابعنا مع حضراتكم مباراة الأمس ما بين النادي الأهلي وبالميراس وخسارة النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، طبعا هارد لك وقدر الله وما شاء فعل، وهنتابع مع حضراتكم باقي البطولة ومباريات اليوم إن شاء الله. كرة القدم العالمية أيضا فيها العديد من المباريات، هبدأها مع كأس إيطاليا اللي فيه تمام الساعة 10، هيكون فيه مواجهة هامة جدا، إي سي ميلان هيستضيف لاتسيو، وفي نفس الدور أيضا كان الإنتر تغلب على روما بهدفين مقابل لا شيء. أما كأس ملك إسبانيا ففي مرحلة السيمي فاينال، طبعا شفنا هزيمة ريال مدريد على إيد بلباو في دور الثمانية، فبالتالي قبل النهائي بيخلو من ريال مدريد، راي فايكانو هيلتقي مع ريال بيتيس في تمام أيضا الساعة 10. واستكمالا للمباريات العالمية، الدوري الإنجليزي في طبعا هذه النسخة ومباراة الجولة الـ 24، هناك بعض المباريات الهامة جدا، توتنهام هيستضيف ساوثهامبتون، ونورويتش سيتي هيستضيف كريستال بالاس، ومانشستر سيتي هيستضيف برينفورد، وأستون فيلا هيستضيف ليدز يونايتد. أول ثلاث مباريات في تمام التاسعة إلا ربع، المباراة الأخيرة أستون فيلا وليدز يونايتد هتكون في تمام الساعة 10 مساء. دي أبرز وأهم المباريات في طبعا كرة القدم العالمية، سواء في كأس العالم للأندية أو أيضا كأس ملك إسبانيا أو كأس إيطاليا أو الدوري الإنجليزي، بخلاف طبعا ما استعرضناه من قبل عن كأس العالم للأندية. جه الوقت اللي بنحب نستعرض مع حضراتكم فيه ابرز اجاباتكم اكيد وبتتفاعلوا معانا فيه على مدار الحلقه، كل ده بيكون في فقرتنا اللعبه. سؤالنا النهارده ليكم بيقول رايكم ايه في اداء الاهلي في مواجهه بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه؟ بمنتهى الصراحه كل واحد يبعت يقول وجهه نظره ورايه في اداء اللعيبه، كمان نتيجه المباراه، شايفين التقصير منين، نقاط القوه والضعف اللي كانت في المباراه من كلا الفريقين؟ اكيد مستنيينكم تتفاعلوا معنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك انستغرام وتويتر، وفي اخر الحلقه بنستعرض معاكم ابرز التعليقات. قبل ما نواصل باقي فقراتنا خلونا سريعا نشوف تقديم او هنشوف تقرير صوتي عن مباراة الأهلي ونرجع نكمل تاني مع حضرتك. على الرغم من الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية في نصف نهائي مونديال الأندية، إلا أن طموحات القلعة الحمراء نحو المجد لم تتوقف بعد، حيث تتجه صوب مباراة المركز الثالث والرابع بحثا عن البرونزية الثالثة في المونديال. الأهلي نادي القرن الأفريقي سبق له التتويج ببرونزية مونديال الأندية مرتين من قبل، أولهما في 2006 عندما تفوق الأهلي على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1 بجيل ذهبي تتذكره جيدا جماهير القلعة الحمراء. الإنجاز غاب عن الأهلي حتى 2021 عندما تفوق الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بقيادة فنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وجيل جديد ساهم في عودة هذا الإنجاز للأهلي للمرة الثانية في تاريخه، والآن الجيل الحالي بقيادة موسيماني على موعد مع التاريخ، وبالتحديد السبت المقبل عندما يخوض مواجهة على المركزين الثالث والرابع أمام الخاسر من لقاء الهلال وتشيلسي. فهل ينجح في التتويج بالبرونزية الثالثة في تاريخ الأهلي والثانية لهم على التوالي في مسيرتهم الكروية في إنجاز لم يحققه أي لاعب مصري ولا عربي من قبل؟ بنروح معاكم دلوقتي استكمالا لبطولة كأس العالم للأندية، وأكيد كل عشاق النادي الأهلي عايزين يعرفوا تفاصيل خاصة بأرقام الأهلي في كأس العالم للأندية. شارك الأهلي في 7 نسخ بكأس العالم للأندية، الأهلي خاض 17 مباراة، فاز في 5 مباريات، تعادل الأهلي في مباراة واحدة، خسر الأهلي في 11 مباراة،
وسجل 13 هدف واستقبلت شباكه 26 هدف. طبعا ارقام بتخلينا نشعر بالفخر لممثل كره القدم المصريه والافريقيه في بطوله كاس العالم للانديه. بنعمل ان شاء الله ان في النسخ المقبله ان شاء الله النادي الاهلي يعدي هذا الانجاز بحصوله دائما على الميداليه البرونزيه. بنعمل ان شاء الله ان احنا نشوفه في المباراه النهائيه. عندنا امال كبيره جدا، والبطوله القادمه بطوله يعني طبعا دوري ابطال افريقيا فيها الاهلي والزمالك. بنعمل ان شاء الله اي منهم هيشارك في كاس العالم للانديه في الفتره المقبله ان يوفق ويمثل الكره المصريه خير تمثيل. هرجع مع حضراتكم سريعا ونستكمل باقي اخبار النادي الاهلي، ولكن سريعا خلونا نشوف مؤتمر صحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي ونرجع نستكمل مع حضراتكم. بالطبع نتمنى أن نكون في مركز أفضل من العام الماضي خاصة في هذه البطولة، ولكن نحن في نفس الموقع الذي وصلنا إليه في نصف النهائي مثل العام الماضي أيضا. وهذا يعني بالنسبة للفريق بأنه علينا أن نسعى للتطوير والتطور بشكل أفضل وأن يكون هناك حساسية أكبر للكرة. لم نبدأ المباراة بالشكل الجيد ولكن ولم نهاجم منذ البداية، ولكن الأهلي يستحق تقدير من الفرق، وأيضا وكنا أيضا 10 أمام 11 لاعبا في البداية، ولكن هذا الإحباط لأننا لم حصلنا على البطاقة الحمراء وكان محبطا للفريق، وفي تلك اللحظة كان يسعى الفريق لإحراز هدف وكنا على وشك تحقيق ذلك، ولكن لا أعلم، كانت هناك ضربة جزاء ربما لا أعلق الآن عليها، ولكن هل الفار حدد أنها ضربة ركلة جزاء أم لا؟ ربما بدأنا متأخرين بعض الشيء، ولكن عندما أدركنا الهدف الثاني وفي منتصف وفي الشوط الثاني انتفضنا بشكل جيد. لعبنا أمام فريق متميز ولديه كتيبة لاعبة قوية من اللاعبين أكثر راحة من لاعبي النادي الأهلي، ثم جاء أيضا جاءت البطاقة الحمراء، وفي المباراة ربما صعب أمام الفريق. أتذكر أن المباراة أدينا مباراة منذ ربما يومين أو ثلاثة أيام، هذه كثافة في اللعب، ولكن أدينا بشكل أفضل في الشوط الثاني. حصلنا على الدعم من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني، كنت في حاجة إلى لاعبين أكثر حيوية، وكان أيضا السلية من أجل الدعم وإعطاء قوة للفريق، ثم أجرينا عملية تصحيح ودفعت بأفشة في منتصف الملعب لكي يكون لديه قوة أيضا في الهجوم ودعم في الهجوم، وبالتالي مني هدف مرمانا بهدفين. سعينا وأيضا ودفع حمدي إلى منتصف الملعب من أجل تعويض الفارق. أستطيع أقول أن اللاعبين الذين انضموا جاءوا، البعض يقول أنهم جاءوا من المنتخب الوطني لم يساعدوا الفريق بشكل جيد، أنا أقول لا، ولكن كان شريف موجود وبشكل جيد، ولكن الإحباط حدث مع تلقي البطاقة الحمراء وطرد اللاعب، وأيضا لعبنا مهزومين بهدفين متأخرين بهدفين، 10 لاعبين أمام 11 لاعبا، وبالتالي لست سعيدا بذلك. لم نبدأ بالشكل المطلوب من ناحية استراتيجية السعي والدفع والأمام والهجوم منذ بداية المباراة، ومن الناحية الاستراتيجية أنا كمدير فني هي مسؤوليتي، أنا لا أهرب من تلك المسؤولية. كان بوسعنا أن نهاجم بشكل أوقع، وتحدثت مع اللاعبين في غرفة تغيير الملابس. أنا لست مديرا فنيا يتحجج دائما بالأعضاء، ولكن دائما أقول أنني مسؤول وأنا أحترم الفريق. قلت احترمنا ربما الفريق أكثر من اللازم. هل
حلوة جدا فكرة أو لهجة إنه يكون المدير الفني متحمل المسؤولية في نفس التوقيت ما يلاقيش أعذار. حلو كمان إن أنا لما أقعد في المؤتمر الصحفي أبتدي أرد على الصحفيين وحل الموقف موقف، وإيه الأسباب وإيه سبب إن أنا اتأخرت في المباراة وإن أنا ما هاجمتش من أول دقيقة وإن سبب مستوى اللعيبة كان عامل إزاي. كل التفاصيل دي بصراحة وسيماني أجاب عليها في المؤتمر الصحفي، وكل التحية والتقدير ليه. في بعض المباريات ممكن يكون اللعيبة موافقين فيها والمدير الفني موافق فيها مجريات المباراة، وممكن يعني بعض المباريات الأخرى ما تمشيش في السياق أو البلان اللي انت كنت حطيتها أو الخطة اللي انت حطيتها للفريق. طبعا هارد لوك للنادي الأهلي، ربنا يوفقهم إن شاء الله في المباراة القادمة. هنستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا وأخبارنا، ولكن فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة تانية، بنكمل معاكم باقي فقراتنا وأخبارنا. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرتنا On Fire News. نبتدي معاكم بأول أخبارنا عن كأس العالم للأندية وأخبار النادي الأهلي. وتأكد غياب 2 من نجوم فريق الكرة بالنادي الأهلي عن مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 والمقامة بالإمارات. هيغيب عن الأهلي محمد مجدي أفشة، ده بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية واللي حصل عليها في مواجهة بالميرس. أما كمان هيفقد الأهلي مدافعه أيمن أشرف بسبب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مواجهة بالميرس أيضا في مباراة الأمس. طبعا تابعنا مع حضراتكم مجريات المباراة، وده ممكن هو يعني أثر على اللعيبة أو على المباراة القادمة، ولكن شفنا مع حضراتكم أن أيمن أشرف يمكن من اللعيبة اللي انضمت في الوقت الأخير بسبب وجوده في كأس الأمم الإفريقية. يمكن أفشة كان متواجد مع الفريق بالفعل، ولكن أيمن أشرف قدر الله ما شاء فعل حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الأمس. ردود أفعال كبيرة وواسعة طبعا بعد هزيمة النادي الأهلي، ولكن لازال الحلم موجود، لازال الحلم بالنادي الأهلي واللعيبة ان هم يتواجوا في الاخر بميدالية باذن الله. عندهم مباراة هامة جدا هتجمعهم مع الخاسر من مباراة اليوم، هنشوف النادي الاهلي هيقابل مين، ولكن كلنا امال النادي الاهلي يضيف ميدالية جديدة في لقب بميدالياته العديدة في كأس العالم للاندية. كل الاصداء دي هنعرفها مباشرة من الامارات، اصداء الهزيمة من بالميراس سواء من اللاعبين او من الجماهير من خلال الزميل عزيز ابراهيم عمر. ابراهيم بصراحة عليك، وفي البداية طبعا بقول لك هارد لك هزيمة النادي الاهلي، ولكن زي ما انا وضحت عندنا امال ان شاء الله ان ايا كان مين النادي الاهلي هيقابله في مباراة الثالث والرابع ان نشوف النادي الاهلي بيؤدي يعني بكل طاقته الايجابية باذن الله. يا غانم صباح الخير عليك، يا غانم صباح الخير عليك يا فرح. يمكن الاصداء هنا غانم كله حزين بالتاكيد، كل الناس حزينه، الجمهور امبارح كان طالع حزين، وحتى الحزن باين على اللعيبه ان هم يعني بعد الهدفين لما الاهلي طلع لقدام والاهلي ضغط والخطوط طلعت لقدام وبدات تضغط عليهم بعد التغييرات، كان الماتش ممكن ترجع تاني، وكان في هدف محمد شريف اللي يعني كان سنتي بس وما يكونش اوفسايد محمد شريف، وكان هيتحسب، كان هيفرق كتير جدا لو محمد شريف كان واقف في موقع صح. ايضا كره احمد عبد القادر، يعني كره كانت كره غريبه جدا برده غانم، شفناها اللي عدى فيها والحكم ما حسبهاش. طب انت رجعت للفار وما حسبتش هو على الخط ولا جوه؟ طب هو لو على الخط ممكن تحسبها فاول ولا ممكن تعمل ايه؟ يعني دي قانونا برضو عايزين حد يشرحها لنا ويفهمها لنا اللي حصل امبارح في كوره احمد عبد القادر دي ايه. لكن انت بتتكلم ان انت الاداء ومجمل الاداء عموما ما كانش زي اداء النادي الاهلي طبعا قدام مونتري، فرق كبير جدا ما بين فريق مونتري المكسيكي وفريق بالميراس البرازيلي امبارح. يمكن الحاجه امبارح اللي ضايقت الناس كلها اللي حصل قبل الماتش امبارح اللي كلنا اتفاجئنا بيه، يمكن كلنا بنتكلم وبنقول هنلاقي جمهور الاهلي هو اللاعب رقم واحد في المباراه، نشوف جمهور الاهلي زي ما شفناه مباراة مونتيري، واحنا داخلين ملعب امبارح يا غانم احنا مش شايفين جمهور الاهلي بره، الجمهور البرازيلي جمهور كبير جدا جدا جدا. بعد كده عرفنا ان التيكتس لما نزلت والتذاكر نزلت مع الاونلاين بعد الاعلان عن بطولة كأس العالم الاندية والفيفا نزلها اونلاين، فالساعه اللي هي بتروح للفريق البرازيلي 50%، فهم يعني كده كده هم حجزوا 50% من التذاكر، لان انت ما تعرفش انت هتلعب امتى، يعني انت ما تعرفش انت هتكسب مونتريال ولا لا، فالجمهور يعني مش
يعني لسه ما كانش عارف النادي الاهلي هيعمل ايه في مباراه مونتري وفريق بالميراس جاي اول ماتش ليه، فاكيد الناس كلها هتحجز، فانت كده حجزوا 50% من الملعب. بعد كده نزلت ساعه ثانيه اتحجزت، جت الساعه الاخيره اللي هي الثلث الاخير او اخر 25% برضو خدوا منها جزء، والنادي جمهور النادي الاهلي لحق الجزء الاخير منها، وده بان في ملعب المباراه امبارح. يعني العدد كان كبير جدا، كان 3 ارباع الملعب تقريبا لجمهور الفريق البرازيلي، واكيد ده مش عدل. يعني ده مش عدل لما تيجي فرقتين هيلعبوا بعض، ما تستنى لغايه ما الفرقتين اول ماتش فرقه الاهلي ومونتري شوف مين اللي هيكسب، بعد كده بنزل التذاكر، نزل مثلا 25% 30% بعد كده اطرح بقى التذاكر عشان الجمهورين يقدروا او جمهور الفريق اللي هيكسب من المباراه الاولانيه يقدر يكون حاضر الماتش. لكن ده اللي احنا شفناه امبارح. يمكن زي ما انتم كنتوا بتقولوا بالظبط، يعني غانم انت وفرح، ان هيغيب محمد مجدي قفشه عن المباراه القادمه، هيغيب ايمن اشرف للطرد امبارح، لكن الحلول والبدائل موجوده لموسيماني خصوصا بعد عوده الدوليين. يمكن موسيماني امبارح اجتمع مع اللعيبه الدوليه، اجتمع بيهم العصر كان قبل المحاضرة اللي قبل المباراة، وشاف مين فيهم يقدر يلعب، وكان الاتجاه اللي هو محمد شريف اللي يلعب، بس فضلوا ان عمرو السولية يبدأ وايمن اشرف كده كده كان هيبدأ، ومحمد الشريف يكون وراء رابحة على الدكة مع احمد عبد القادر ومع وليد سليمان، اللي انت يكون عندك تغييرات ويكون عندك مرونة. يمكن امبارح بعد المباراة على طول رجعنا لمقر الاقامة هنا الجهاز الفني، اجتمع مع بعض لمدة ساعة ساعة ونص، كانوا بيشوفوا او بيرتبوا بيحضروا لمباراة الثالث والرابع. النهاردة ان شاء الله يروح الجهاز الفني كله يتفرج على مباراة الهلال السعودي وتشيلسي، هيكونوا موجودين وحاضرين في ملعب المباراة. يمكن النهاردة اليوم اجازة، اللعيبة مدينهم راحة، وفي كمان جولة للبعثة هيخرجوا يعني ساعتين كده، او يعني حوالي ساعتين ثلاثة كده هيخرجوا في مدينة ابو ظبي البعثة النادي الاهلي. بعض اللاعبين هتتمرن يعني تدريبات تأهيلية خفيفة جدا في الجيم الموجود هنا في فندق الاقامة. ويمكن لو هكلمك بقى عن تشكيل المباراة الجاية، يمكن بقى واضح يعني تشكيل النادي الاهلي في المباراة الجاية سواء هيلعب الهلال او هيلعب تشيلسي، وهتكون مواجهة صعبة جدا بالتأكيد. الفرقتين اقوياء جدا، هتلاعب الهلال فريق قوي جدا جدا جدا، هتلاعب تشيلسي بطل اوروبا. فلو هكلمك بقى عن التشكيل بقى واضح، هيبقى علي لطفي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، حمدي فتحي، وعلي معلول. في نص الملعب هيكون ديانج وعمرو السوليه، قدامهم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وطاهر ممكن يبدا مكانه احمد عبد القادر. يمكن امبارح بعد ما رجعنا على طول لمقر الاقامه هنا في ابو ظبي كان متواجد بعض اسر اللاعبين، اسره علي معلول كانت موجوده، اسره عمرو السوليه كانوا موجودين هم موجودين هنا في الامارات، وجولهم على مقر الاقامه هنا ما شافوش اسرهم ولا شافوا اولادهم بقالهم حوالي شهر ونص بسبب المشاركه في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. فامبارح كانت فرصه بعد المباراه ان هم يشوفوا اولادهم واسرهم، اكيد كانت هتكون حاجه حلوه وحاجه كويسه لو كانوا شافوهم وهم كسبانين، لكن هو الحمد لله على كل شيء وقدر الله ما شاء فعل. لسه النادي الاهلي عنده فرصه زي ما انت كنت بتقول كده بالظبط يا غانم، ان هم عندهم فرصه ماتش ثالث ورابع يحققوا ميدالية برونزية ويسعدوا جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية كلها. ولو عندك أي استفسارات اتفضلوا، ولو عندك استفسار يا فرح اتفضلي، كان في رهان امبارح. طيب إبراهيم بلاش الرهان يا إبراهيم، رهان أنا كسبته علشان محمد شريف أحرز الهدف بس اتلغى. وطلع أوفسايد يا فرح، كسبتيه. طيب أنا حاولت إن الجول أوفسايد يا فرح. أنا عملت اللي عليا والله. ما كسبتيش، أنت ما كسبتيش الرهان امبارح يا فرح. خلاص انا خسرت. لا ما عملتيش اللي عليكي خالص، لو ما كنتيش راهنتي ما كانش الجون هيبقى اوفسايد. والله حاجه تانية يا ابراهيم. اتفضلي. طيب انا عايزه اروح معاك لحاجتين. اول حاجه التعليقات على كلام مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي، وايضا الكلام الخاص بكباتن الفريق مع اللعيبه بعد الخساره، التفاصيل دي حدثت ازاي في المعسكر وايه اللي بيتقال؟ تمام، هبدأ لك الأول بموسيماني. يمكن موسيماني قال الكلام ده في المؤتمر الصحفي اللي قبل الماتش، المؤتمر الصحفي اللي قبل الماتش. يمكن موسيماني كان حد سأله عن المقارنة ما بينه وبين مانويل جوزيه وهو اتكلم، بس هو الفرق ما بين تصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي وتصريحاته امبارح بعد المباراة في السؤال اللي اتسأله، ان هو ما قالش اسامي لاعبين، ما قالش انا كان معايا جوزيه، كان معاه تريكا وكان معاه متعب وكان معاه لعيبة كبيرة، لا ما قالش الكلام ده كله. يمكن هو يعني ايه تقدري تقولي ايه، ان هو يعني غلط في ان هو يقول لعيبه انت معاك لعيبتك ومعاك لعيبه، لا معاك لعيبه محترمه ومعاك فريق انت بتكونه وبقاله معاك سنتين، اما تقول اسامي دي ممكن تاثر في اللعيبه. لكن انت
عندك هنا كباتن الفرقة الموجودين، عندك وليد سليمان وعندك محمد الشناوي، عندك علي معلول، عندك عمرو الصليه، اللعيبه الكبار دي لا قادره اللي هي تلم اللعيبه، وامبارح كانوا بيتكلموا مع بعض قادرين ان هم يلموا اللعيبه، وعندهم امل وعندهم فرصه كبيره جدا ان هم يصالحوا الجمهور. هم امبارح عملوا اللي عليهم، بس هي الفكره كلها ان انت كمان الماتش كمان توقيتات الاجوان اللي احرزت في النادي الاهلي امبارح توقيتات صعبه جدا، اللي انت بيجي فيه الاهلي بيجي فيه جون امبارح في دقيقه حاجه و30، بعد كده انت بتنزلي الشوط الثاني والاهلي بعد ما دخل فيه جون اولاني بدا يضغط، بدا يطلع لقدام شويه كده، الخطوط بدات تطلع لقدام شويه غير التحفظ اللي كان بادئ بيه. فمع البدايه في الطلوع لقدام بدات تضغطي شويه، مع بدايه الشوط الثاني الخطوط كلها طالعه. جون بعد اول 3 دقائق من بدايه الشوط الثاني كان صعب جدا، كمان طرد ايمن اشرف كمان جاي جه في توقيت قاتل، يعني التوقيت بقى اللي انت الاهلي مستحوذ على الكوره، الاهلي ضاغط، الفرقه فرقه بالميراس بتلعب زون وبيلعبوا على المرتده، اللعيبه كانوا واقفين كويس جدا كمان في الكرات المرتده دي، يعني كان واقف ايمن اشرف وياسر ابراهيم وكان بيضم عليهم حمدي فتحي، كانوا واقفين كويس جدا. فهمت انت ضاغط وطالع على الفرقه اللي قدام، طرد ايمن اشرف جه بقى في الوقت اللي هو اللحظه دي خلاص المباراه انتهت فيها، مش هتعرف ترجع، التغييرات كلها خلصت، اللعيبه كلها اللي هي البدايل اللي المفروض تعمل الفرق والبدايل اللي هي المفروض تحقق النادي الاهلي الفرق في المباراه وتقدر ترجع بهدف او باثنين، خلاص الطرد ده اثر بقى، هم بيلعبوا هم كسبانين 2 بيلعبوا زياده 1، لا كان الموضوع خلص بعد طرد ايمن اشرف بالتاكيد. فاهم يعني، انا بس تعليقا على كلمه انت قلتها في بدايه يعني اللينك معاك، وقلت مفيش عدل في قصه الجماهير. انا شخصيا شايف ان بطوله كاس العالم عامه للانديه مفيهاش عدل ان انت تدي افضليه على قارات على حساب قارات تانية، انا مش شايف في اي داعي، هو في الاخر ما دام في بطوله فبتتساوى كل القارات في النهايه، لازم يكون في قصه عدل شويه كمان في الادوار، ما ينفعش ان تجيب فرقه تلعب على طول على قبل النهائي وفرقه تانية تبدا المشوار من بدري، فانا دي الجزئيه اللي كنت عايز بس اناقشها معاك يعني. لا لا انا معاك في النقطه دي، معاك في النقطه دي كويس جدا، بس انت بتتكلم دلوقتي ان انت دي 7 مشاركه النادي الاهلي، بالاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه من سنه 2005، يعني انت بتتكلم دلوقتي انت داخل في حوالي 16 او 17 سنه، نظام البطوله فهو النظام كده، النظام ما اتغيرش والنظام ما تعدلش، هتضغط ازاي بقى؟ ما انت دلوقتي بقى ده دور بقى، دور النادي الاهلي، دور الكاف، دور الاتحاد المصري يتكلم، دور الكاف مش الاتحاد المصري، الاتحادات في جميع الدول الافريقيه تتكلم وتتناقش في الموضوع ده في كونجرس الفيفا، لان انت دلوقتي ما فيش عد، انت بتتكلم من زمان. تعالى كده نرجع كده لبطوله كاس العالم 2006، ابو تريكه كان جايب 3 اجوان، رونالدينيو كان جايب 3 اجوان، الدور رونالدينيو لما كان بيلعب في برشلونه، انت بتتكلم بقى فرق بقى فرق اوروبا، فرق بقى في سبونسرز، في ناس وكلام منه، فالحاجات اللي لو هتتكلم عن العدل وهتتكلم عن الفيل في الكوره، لا انت لازم يبقى في ضغط ولازم يبقى في وقفه، سواء من الاتحادات الافريقيه، في اتحادات البلاد الافريقيه، والكاف لازم يضغط بشكل كبير جدا. وكمان انت بتتكلم عليه اقامه البطوله نفسها يا غانم، في التوقيت ده انت بتتكلم في بطوله بتقام، الفرق الافريقيه موجوده، الاهلي اللي هو بيمثل مصر، منتخب مصر وصل لغايه النهائي وبيلعب نهائي افريقيا، لعيبه بتلعب نهائي افريقيا في الكاميرون، وبتيجي بعديها باقل من يوم ونص بيكونوا موجودين، اول ما جم معسكر الاقامه هنا قالوا الجهاز الفني احنا هنلعب وعايزين نلعب، هم اللعيبه عندها روح وعايزه تكون موجوده وعايزين يكونوا مع زمايلهم وعايزين يفرحوا جماهيرهم، بس انت بتتكلم يعني جسمانيا وفنيا وذهنيا هيقدروا يكملوا ازاي ويقدروا يكونوا موجودين في الملعب ازاي، فانت بتتكلم في مشاكل كبيره جدا لازم تتحل من خلال وقفه من الكاف والاتحادات، اتحادات البلاد الافريقيه. والله يكون في عونهم، ده الرحله بس من الكاميرون للقاهره وبعد كده من القاهره لابو ظبي، يعني احنا كنا في الطياره اللي قبلهم على طول واتبهدلنا انا واختك فرح يعني، فبصراحه الله يكون في عونهم سافروا من هنا لهنا ويروحوا يلعبوا، فالموضوع كان صعب جدا بصراحه. هم كمان ما جوش على ابو ظبي على طول، يعني هم ما وصلوش لمطار ابو ظبي، هم راحوا مطار وصلوا لدبي وجم بعربيات من دبي لغايه ابو ظبي، يعني هم كمان كملوا الرحله، انت بتتكلم من دبي لابو ظبي ساعه ونص بالعربيه تقريبا، فالرحله كانت طويله عليهم، بس بصراحه هم يعني 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 كل الشكر ليهم بصراحه على الروح وعلى الرجوله وعلى وقفتهم اللي هم يكونوا موجودين، وقفتهم جنب زمايلهم بالتاكيد. طبعا تعليقا بقى على الجزئيه الخاصه اللي كنت بتتناولها يا ابراهيم بخصوص التذاكر، يعني هو من وجهه نظرنا احنا فكره ان يكون في عدل وان يكون البطوله عادله بالنسبه للتذاكر تكون زي ما بتقول 50% او يكون الطرفين متساويين، لكن دايما منظمون البطولات يا ابراهيم ما اعتقدش ان هم بيحسبوها كده، بيحسبوها بالمنفعه الماديه، هو مش هيفكر غير في مصلحته هو عموما، يعني اي منظم لاي بطوله هيفكر ان انا ابيع التذاكر قبل البطوله عشان اضمن مكسبي،
فأعتقد أنه الهدف مش فكرة أنه النادي الأهلي أو بالميرس أو غيره، هو الفكرة نفسها أن أنا أقمت البطولة أو أن أنا منظم البطولة، فالمنفعة المادية هكون ده الشيء اللي أنا بفكر فيه. طيب أنا هرد يا فرح على كلامك ده وهستشهد بحاجة. مباريات السوبر اللي بتقام هنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة، الناس المحترمة الموجودين هنا اللي شايلين على رأسهم من فوق بصراحة، يعني مفيش أحلى ولا أجمل من كده استقبال. ما بتلعب مباراة السوبر هنا بين الأهلي والزمالك، بتشوف الاستاد بيكون عامل إزاي. الاستاد بيكون مقفول. صحيح. العدد اللي بره في ماتشات السوبر، في ماتشات الاهلي والزمالك، الجمهور المصري بيكون تقريبا قد اللي جوه. انت بتتكلمي في بلد موجود فيها 1.5 مليون مواطن مصري، يعني انت لو بتتكلمي في منفعه ماديه او اللي هو عايز يحقق مكاسب ماديه، مفيش احسن من الجمهور المصري هنا. هتتكلمي هنا في الامارات، هتتكلمي في السعوديه، هتتكلمي في اي دوله عربيه، مفيش زي الجمهور المصري. وجمهور مصري ايه بقى بس؟ مش جمهور اهلي بس، لان انا باكد والله على الكلمه دي. انا الماتش الاولاني كان فيه جمهور اهلي وكان فيه جمهور زمالك، حتى واحنا واقفين جايين حد كان جاي بيسلم علينا بيعرفوني، قالوا لي ده رئيس رابطه او رئيس رابطه الزمالك في الامارات، كان موجود وحاضر ومعاه مشجعين جايين يساندوا النادي الاهلي. فانت لو بتتكلمي في مدعم في منفعه ماديه، في اكتر من كده ايه؟ بتتكلمي في بلد فيها 1.5 مليون مصري، فلو عملتي التذاكر ده، انت لو عملتي الماتش على ملعبين على استادين هيتملوا، يعني لو استاد ناس هيقعدوا يتفرجوا في استاد ما فيش لعيبه بتلعب قدامهم وناس ثانيه في الملعب اللي هم بيلعبوا، الاستادين هيتملوا. لو عملتي اي حاجه هتكسبي منها. فهي الفكره بسبب هم المبررات اللي طلعت بسبب ظروف كورونا وجائحه كورونا، ان هم عملوا التذاكر اونلاين. طيب اعملها اونلاين، نزل 25% الاول للفرقه اللي هي متحدد لها ان هي تلعب البطوله، ان هي تلعب المباراه جايه على الدور قبل النهائي على طول، نزل 25%، استنى لغايه ما الماتش يخلص، هيبقى في قبليه حوالي 3-4 ايام، نزل باقي التذاكر، اعمل حصه للفريق ده واعمل حصه للفريق ده عشان الناس تقدر تحضر. لما احنا نروح امبارح الماتش احنا قاعدين بندور مش شايفين خالص جمهور الاهلي، واحنا داخلين امبارح بنخش الماتش الاستاد اكتر من 75% من الملعب جمهور بالميراس البرازيلي، وعلى فكره وكان قدهم بره، يعني قد اللي جوه كانوا موجودين بره او يمكن اقل منهم شويه. اكيد ده مش عدل يا فرح. ابراهيم الحقيقه دايما بنشكرك على رسائلك المميزه بشكل عام، سواء في الدوري المصري او حتى بتكليفك بتواجدك مع النادي الاهلي في الامارات العربيه المتحده. كان معنا طبعا الزميل العزيز ابراهيم عمر، ووفانا بكل المستجدات وكل الكواليس الخاصه بالنادي الاهلي سواء في استعداداته للمباراه المقبله او كمان مباراه امس. كل الشكر طبعا لابراهيم عمر الزميل العزيز. استكمالا مع حضراتكم للتحليل الفني، هيكون معنا دلوقتي في لايف خاص مع الكابتن تامر صقر المحلل الفني لشبكه قنوات اون تايم سبورتس. بنصبح على حضرتك يا كابتن تامر، صباحك زي الفل. صباح الخير يا فرح، صباح الخير يا غانم. صباح الفل عليك يا كابتن تامر، ودايما كده بنصبح على حضرتك ومشرفنا في صباح تايم بشكل خاص دلوقتي. يعني امبارح نتكلم على طبعا، ده الشرف ليا يا غانم طبعا، العفو. نتكلم على المباراه الاهم، مباراه النادي الاهلي مع فريق بالميراس البرازيلي، المباراه اللي تفوق فيها فريق القادم من امريكا اللاتينيه او تحديدا امريكا الجنوبيه، تفوق على النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. شفت المباراه ازاي؟ وهل توقعت هذا السيناريو وعدم ظهور النادي الاهلي بشكل جيد؟ بص يا غانم، والله احنا انا شايف ان الشوط الاول الاهلي كان شوط جيد، يمكن ادوا شوط دفاعي، ولكن الهدف اللي جه في اخر 5 دقايق ده هو اللي اثر على الاداء في الشوط الثاني، لان هم كانوا عايزين يفضلوا موسيماني يفضل بنفس السيستم، يفضل متعادل ومقفل كل المساحات على فرقه بالميراس على اساس ان هو يقدر يخطف حاجه. ولكن الشوط الثاني طبعا بالجون اللي دخل في اخر 5 دقايق في الشوط الاولاني حاول يعدل الشوط الثاني، وابتدى يلعب طبعا الثلاثي اللي هو نزل غير برده شكل الاهلي شويه، اللي هو احمد عبد القادر ومحمد شريف، واعتقد الثالث كان حمدي فتحي. الجون بقى اللي جه في الدقيقه 47 في اول الشوط الثاني هو ده اللي همد الاهلي شويه، يعني لما تبقى بتحاول ترجع وانت مغلوب 1-0 غير لما تبقى خسران 2. ولكن الاهلي برده في اخر ثلث ساعه ورغم النقص العددي بعد طرد ايمن اشرف، اللي انا يعني عايز انصحه، يعني انا ايمن اشرف انا شايف انه لعيب كويس، ولكن نفس الاخطاء ما بيتعلمش منها، نفس التاكلينج اللي بيعمله في المنتخب اللي هو في جوه ال 18 بيعمله برده بره، وبيضطر ان هو بياخد انذارات كتير وطرد. فلازم حد يفهمه ان هو مش في اي وقت لازم يعمل تاكلينج ده، لان معظم الوقت يا غانم لو ما قطعتش الكوره والتاكلينج اللي انت بتعمله ده
يا اما بينالتي يا اما بيبقى يعني بتبقى داخله قويه على اللاعب فبتبقى ممكن يبقى ياخد فيها طرد يعني. فانا شايف ان طبعا الطرد اخر 10 دقائق اثر، رغم ان هو برده الاهلي لعب 10 دقائق لما نزل وليد سليمان ضيعوا فرصتين ثلاثه كانوا خطرين جدا، ولكن انت بتلعب فرقه بطل امريكا الجنوبيه فطبيعي مش عيب ان انت تخسر منها، ولكن كان الامال ان الاهلي كان شايف ان هي دي فرصه بالنسبه له ان هو بالميراس فرقه كويسه، بس لا انا شايف انها كانت ممكن الاهلي يكسبها او يوصلوا فاينل لاول مره يعني. طيب لو رحنا مع حضرتك يا كابتن تامر للسلبيات، ايه اهم السلبيات اللي ظهرت في اداء الاهلي في المباراه، وشايف ايه نقاط القوه والضعف اللي كانت في المباراه وان النادي الاهلي كان لازم يستغلها؟ لا انا شايفه فرح ان امبارح الدفاع رغم ان انت في الشوط الاولاني كنت مقفله مساحات كويسه قوي، ولكن الدفاع مش متمركز صح. لو شفنا الجون الاولاني والجون الثاني، الجون الاولاني ياسر ابراهيم طبيعي ان انت تبقى واقف على خط واحد، خط الدفاع معظمه او يبقى بشكل متقارب، ولكن لقينا ايمن كوره وهي بتتلعب في الجون الاولاني، ايمن اشرف بيبيع نفسه راح، وطبعا اللعيبه البرازيليين مهاريين فلعب ان هو يعملها بوان تاتش ان هو يوصل للمهاجم رامي ربيعه، برده ما توقعش ان اللعيب يلعبها وان تاتش فما كانش ماسك المان بتاعه كويس. ياسر ابراهيم ناحيه اليمين مغطي الاوفسايد بطريقه كبيره جدا، فانا شايف الجون الاولاني كان فيه اخطاء دفاعيه كتيره جدا. الهدف الثاني ايمن اشرف برده في بدايه الهجمه باع نفسه، فالناحيه بتاعت ايمن اشرف فضيت، اللعيب لما استلم الكوره رامي ربيعه المفروض يستلم يروح يقابل، فضل يحلق عليه ويفضل يرجع لورا لغايه لما لقى فرصه، وبرده علي لطفي كانت اعتقد ان فيها نسبه برده من علي لطفي انها كان ممكن يصدها، يعني شايف ان الكوره كانت سهله تتصد يعني. طيب كابتن تامر يعني سلبيات وموسيماني، انا وجهه نظري ان انت لما يبقى عندك لعيبه اساسيه ما تريحهمش وتنزلهم شوط ثاني، انت هتبتدي بيهم واللي يقدر يكمل اللي ما يقدرش يكمل يبقى ساعتها تريحه، ولكن العكس ان انت تسيب لعيب اساسي عشان تنزله اخر ربع ثلث ساعه انا وجهه نظري دي خطا يعني. انا شايف ان الاصح ان انت تلعب بالتشكيل الاساسي، واللي يتعب او تحس ان مجهوده اقل تبتدي تغيره بلعيب بديل. هنا قصدي حضرتك على مين تحديدا في النقطه دي يا كابتن؟ يعني انت كنت شايف مين اللعيبه الاساسيه اللي موجوده على مقاعد البدلاء والعكس طبعا صحيح؟ لا انا مش فاهم وجهه نظر موسيماني في عدم البدء محمد شريف، محمد شريف ما لعبش كتير مع المنتخب، وموضوع بقى انه حالته النفسيه لا احنا خلاص الموضوع انتهى، وكان الموضوع اللي حصل له ده في السيمي فاينل ولعب الفاينل، فالحاله النفسيه لو انت على حاله نفسيه يبقى الخمس لعيبه تقعدهم بره، انت ابتديت بعمرو السوليه وايمن اشرف رغم احتياجك لمحمد شريف كراس حربه اكتر من الباقيين، انت عندك البدلاء للباقيين. نفس الوضع حمدي فتحي لعيب لما نزل الشوط الثاني غير شكل الماتش تماما يعني. اعتقد يا كابتن تامر ان انا شعرت شريف بيها وعايز محمد عبد المنعم كنت ممكن شعرت بالنقطه دي على الاخص بمثابه ان هي ممكن تكون رساله للطرف الاخر اللي هو طاهر محمد طاهر، فكره ان انا مش علشان اللاعب الاساسي رجع فانا دفعت بيه مباشره وريحت اللاعب اللي انا كنت معتمد عليه، فممكن بيدي الثقه اكتر لطاهر ان انا لا هخليك تكمل وان شريف هخليه بديل علشان انت برده كنت مكمل معايا من بدايه البطوله. عارفه يا فرح الكلام ده لو اللي بيلعب مكانه البوزيشن بتاعه الاساسي صحيح، يعني لو كان مثلا موجود بيرسي تاو او حسام حسن كنت اقول لك ده بيلعب مكانه، بس انت بتلعبي واحد ما بيلعبش راس حربة. ما بيلعبش اصلا راس حربة. انت ليه تلعبي طاهر محمد طاهر وهو بيلعب طول الوقت كوينج ويلعب؟ نعم؟ ما بيلعبش اصلا راس حربة بالظبط زي ما حضرتك بتقول. نعم يا فرح. ما هو عشان كده انا بقول لك لو مكانه الاساسي ليكي حق ان هو ما ينفعش ان هو يجي واحد من بره والتاني متالق فاقعده، ولكن ده مش مكانه الاساسي، طبيعي محمد شريف هو اللي يبقى موجود، هو راس حربة الوحيد اللي في السكواد بتاع الاهلي في كاس عالم الانديه. فما ينفعش ان ما ابتديش بيه. نفس الوضع ماشي حمدي فتحي علشان هو بيلعب بطريقه 3 4 3 فهو محتاج 2 هاف ديفندرز، فقرر ان هو يلعب عمرو السوليه كلاعب يعني كورته احسن من حمدي فتحي جنب اليو ديانج، ولكن حمدي فتحي كان ممكن يلعب في الحته اللي وراه، خصوصا ان الثلاثي اللي ورا بقول لك كان فيه عنده مشاكل كبيره جدا. انت عندك واحد زي محمد عبد المنعم احسن باك في بطوله افريقيا اللي فاتت، عندك حمدي فتحي بيلعب بطريقه 3 بيلعبها بطريقه كويسه جدا ولعبها مع موسيماني كتير ماشي. اللعيبه تالقت رامي ربيع الماتش اللي فات ياسر ابراهيم، ولكن لما يبقى عندك لعيبه اساسيه
طبيعي ان انت تدخليهم في التشكيل الاساسي، وبعد كده لما يبقوا مجهدين او مش موفقين يبقى يتم تغييرهم. طيب كابتن تامر، احنا بنقول ان دايما الهزائم بناخد منها درس، واعتقد نفس الكلام حصل مع منتخبنا الوطني المصري في اول مباراه امام نيجيريا. لو هنطبق نفس الكلام على النادي الاهلي في هذه الهزيمه واستعداده لمواجهه يعني هتكون ناريه، ممكن تكون بمثابه نهائي اصلا، مواجهه نصف النهائي في هذه البطوله اللي هتكون ما بين تشيلسي والهلال السعودي، هننتظر المهزوم منهم وهنلعبه على الثالث والرابع من اجل التتويج بميداليه. شايف ايه اللي لازم على موسيماني واللاعبين ان هم يعملوه ويبداوا يستعدوا له من هذه المباراه، ابتداء من الراحه البدنيه للاعبين اللي هتبدا النهارده زي ما الزميل ابراهيم عمر قال، يعني هتكون في تدريبات خفيفه لبعض اللاعبين بالاضافه الى يعني في تنزه في اماره ابو ظبي هناك، فايه الفنيات بقى اللي كمان لازم اللعيبه تعملها؟ لا بص، هو انت وقعت في ظروف ان انت هتلعب ماتش اقوى من ان انت هتلعبه السيمي فاينل. انا بالنسبه لي انا شايف ان فرقه سواء لعبت تشيلسي او الهلال السعودي ممكن يبقى اقوى من بالميراس، لان الهلال السعودي شفنا البدايه القويه بتاعته لما كسب الجزيره الاماراتي 6-1، فواضح ان هو فرقه تقيله جدا. نفس الوضع تشيلسي بطل اوروبا، فطبيعي ان سواء اي حد تشيلسي او الهلال السعودي هيبقى ماتش قوي جدا. المشكله في الاهلي ان هو طبعا في غيابات، طبعا ايمن اشرف هيبقى غياب بسبب طرد، قفشه انذار تاني فمش هيلعب، قفشه وجوده مهم جدا في الاهلي رغم ان هو مستواه لحتى الان ما رجعش القفشه بتاع السنين اللي فاتت، لسه بقاله فتره كبيره جدا موجود في الملعب بس مش هو قفشه اللي احنا عارفينه يعني، فتاثيره اكيد هيبقى كبير. ولكن انا شايف اللعيب احمد عبد القادر لعيب بيأدي بصوره ممتازه، لازم يبقى وجوده اكتر في تشكيل الاهلي، كل ما بينزل اي ماتش بينزل يغير، لعيب مهاري جريء، فانا مش شايف خالص ان احمد عبد القادر يبقى موجود على طول بره وهو اللي بينزل بيه. انا شايفه ان هو يعني احمد عبد القادر ده لازم يبقى موجود في التشكيل الاساسي زي ما احنا كنا بالنادي كده ان زيزو يبقى موجود في التشكيل الاساسي منتخب مصر، احمد عبد القادر ما ينفعش يبقى مش في السكواد الاساسي للنادي الاهلي. محتاجه هدوء اعصاب يا غانم، محتاجه ماتش صعب، محتاجه ان انت تاخد الموضوع لعيبه الاهلي وجمهور ان هو ماتش صعب، كسبنا طبعا انجاز كبير، خسرنا ما فيهاش حاجه، انت بتلعب فرقه تقيله سواء تشيلسي او الهلال السعودي، فلازم اللعيبه تبقى نازله براحه نفسيه، ما يبقاش ان اللعيبه الماتش اللي فات كانت نازله بضغط ان انا عايز اوصل فاينل وان احنا عايز افرح لجمهور الاهلي وان اوصل الفاينل لاول مره، فاعتقد المره دي لازم اللعيبه تبقى اهدى شويه. لان هدوء اللعيبه المصريين بيفرق معاها جدا، الضغط العصبي بيأثر عليهم في الملعب. كابتن تامر، هننتقل مع حضرتك من كاس العالم للانديه لمباراه اليوم ان شاء الله في الدوري المصري. هيكون في مباراتين، مباراه الساعه 5 مساء، مباراه الساعه 8 مساء. المباراه الاولى هتكون ما بين مصر للمقصه وامبي، المباراه الثانيه هتكون ما بين طلائع الجيش والجونه. توقعات حضرتك ايه للمباراتين، وشايف المباراتين ممكن تكون احداثهم ومجرياتهم عامله ازاي؟ لا احنا رجعنا للدوري هيبقى مختلف بقى، يعني هنشوف، احنا طبعا شفنا فرق كتيره قوي مستواها اتحسن في بطوله الرابطه، فالدوري هيبقى مختلف والتفكير في النقطه، لان في فرق وضعها لسه صعب جدا في الدوري، المقصه والجيش والاسماعيلي واسترن كابني يعني فيه والجونه، فالنهارده انت بتكلمي في ثلاث فرق من اللي هيلعبوا وضعهم صعب. المقصه هيلعب الام بي برده مش بعيد يعني، مش فرق نقط كبير برده. الاثنين أدوا مباراة جيدة في كأس الرابطة، مصر المقاصة بيلعب على أرضه ومحتاج إنه يكسب عشان يخش في الوسط الجدول. نفس الوضع إم بي عامل ماتشات ووصل سيمي فاينل كأس الرابطة، فكابتن حلمي طولان طبيعي إن هو معاه فرقة كويسة ومعاه لعيبة شباب، ورجع له النهاردة محمود جاد برضو الحارس الأساسي عنده، فلا هيبقى ماتش صعب. اتوقع يعني باللي انا شفته من الفرقتين اتوقع التعادل هيبقى اقرب للمباراه النهارده. الجيش طلع الجيش والجونه، لا يمكن طلع الجيش بيلعب على ارضه النهارده محتاج الثلاث نقط، بعيد عنده 5 نقط، الجونه برضه يمكن سابقه بنقطه او نقطتين مش فاكر، فالثلاث نقط مهمين جدا لكابتن طارق العشري. يعني ابتدينا، انا بقول لك هيبتدي كل المدربين بقى تفكر يعني ننسى خالص بقى البطوله افريقيا وكاس الرابطه ونبتدي نفكر في النقطه، لان احنا دخلنا خلاص في الربع، يعني احنا كل فرقه لعبت 8 ماتشات، فبتكلمي خلاص يعني دخلنا في الجزء الثاني من الدور الاول، فلازم الفرقه محتاجه تجمع نقط اكتر لان الدور الثاني هيبقى اصعب كتير يا فرح،
هيبقى كابتن تامر على ان امبي بيقاتل عشان ياخد ما يضيعش نقاطه. امبي محتل المركز ال11 معاه 9 نقاط. نعم امبي محتل المركز ال11 معاه 9 نقاط، اما الجونه في المركز ال13 برصيد 8 نقاط. مصر للمقصه في المركز ال14 ايضا بيتساوى في النقاط، لا مصر المقصة 6 نقاط، وطلائع الجيش في المركز ال16 برصيد 5 نقاط والجيش 5 5. يعني هنا بنتكلم في انه زي ما حضرتك بتقول العدد النقاط قليل جدا. كل المباريات بتاعه اليوم النهارده ان شاء الله هتكون مباريات الفرق بتاعتها بتنافس في يعني في مكان مش كويس خالص في الجدول، بس يمكن الفرق اللي بتلعب على ارضها هي اللي محتاجه الثلاث نقط اكتر. يعني نتكلم في الجيش والمقاصة هم اللي ترتيبهم بعيد في الجدول، فاعتقد ان هم دول هيقاتلوا النهارده عشان يطلعوا بالثلاث نقط. ولكن امبي والجونه بالنسبه لهم لو طلعوا بنقطه طبعا هيلعبوا على المكسب برضو، ولكن لو طلعوا بنقطه وانت بتلعب فرقتين محتاجين الثلاث نقط وتطلع بنقطه على ملعبهم، اعتقد ان هو ده نجاح برضو. اخيرا يا كابتن تامر، ويعني انا وانت بنتكلم في النقطه دي تحديدا كتير قوي، ومع يعني ان احنا منتظرين خلاص مباراه مصر امام السنغال، اعتقد الدوري هيرجع بشكل مختلف، كل اللعيبه عايزه تبقى متواجده في المباراه دي. فلو هتوجه الرساله كده بشكل عام لكل اللاعبين اللي بينشطوا في مباراه الدوري العام الممتاز مع كافه الانديه، هتوجه لهم بايه بحيث ان احنا نشوف امثله كتيره جدا لمحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد واللعيبه كتيره اللي بدات في الظهور الدوري الاول ليها من خلال كاس الامم الافريقيه الماضيه؟ بص يا غانم، انا شايف ان الدوري احلو بسبب ان كيروش خلاص بقى اي لعيب في اي فرقه ممكن يعجبه وياخده، فدلوقتي بقى كل لعيب بيقاتل عشان يمثل منتخب مصر، وحاسس ان فرصته مش بعيده. زمان كان الوضع صعب، كان الاختيار اكتر بيبقى من لعيبه الاهلي والزمالك والمحترفين او ولعيب من اسماعيلي او لعيب. دلوقتي لا، لان شفنا البنك الاهلي فيه لعيبه، سموحه فيها لعيبه، في فرق كتيره قوي فيها لعيبه، فيوتشر نفس الكلام. فده اعتقد انه هيبقى حافز ودافع كبير قوي للعيبه موجوده في مصر انها تبين مهاراتها وتبين امكانياتها، لان الموضوع ما بقاش دلوقتي فكره ان انا بحاول ان انا ابين امكانياتي عشان اروح اهلي وزمالك بس، لا، فكره ان انا اروح امثل منتخب مصر او احترف بقت في اذهان كتيره قوي لعيبه كتيره قوي في الدوري. فانا شايف ان شاء الله في فتره الشهر دي صعب ان انت يعني كيروش، مع انه عمل قبل كده ان هو اختار عبد المنعم واختار عمر كامل الواحد ولعبه بطريقه اساسيه، ولكن المده قصيره على ماتشين السنغال، فاعتقد ان هو هيبقى محتاج يبص على مراكز معينه فقط عشان هو دي اللي محتاجها، بديل للباك ليفت، بديل لراس حربه، يعني اماكن معينه المنتخب مصر محتاجها ممكن تفيده في ماتشين السنغال. كابتن تامر تحياتنا لحضرتك، يعني دي المفروض يبقى حافز كبير للعيبه، وان شاء الله يعني يا رب. طبعا احنا زعلانين ان مصر خسرت بطوله افريقيا، ولكن ان شاء الله انا عندي احساس ان مصر هتوفق في الوصول لكاس العالم ان شاء الله يا رب باذن الله. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا كابتن تامر صقر المحلل الرياضي لشبكه قنوات اون تايم سبورتس، دايما بنسعد بوجودك معانا. مشاهدينا نستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا واخبارنا، ولكن فاصل قصير نرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. بنجدد تابع حضراتكم مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح اون تايم، وابرز ما دار طبعا في ال 24 ساعه الماضيه هو هزيمه النادي الاهلي في مباراه شفنا فيها اداء النادي الاهلي امام بالميراس ممثل قاره امريكا الجنوبيه، واحد من افضل الفرق اللي موجوده في البرازيل بشكل عام. النادي الاهلي كان عنده بعض الامور اللي اثرت عليه بشكل كبير جدا، فكره عدم الجاهزيه، الاصابات لعدد كبير جدا من اللاعبين، ولكن بشكل عام فخورين بما وصل ليه النادي الاهلي حتى هذه اللحظه. بنعمل ان شاء الله في مباراه الثالث والرابع النادي الاهلي يوفق ويضيف ميداليه جديده لدولاب انجازاته في كاس العالم للانديه. بنتابع كل ردود الافعال خصوصا من اللاعبين الكبار اللي سبق ليهم تمثيل النادي الاهلي او منتخبنا الوطني المصري، ويكون معنا في هذه المداخله الهاتفيه واحد من افضل الاظهره اللي ظهروا في تاريخ مصر في مركز الباك ليفت تحديدا، الكابتن محمد عماره صاحب الصوالات والجولات، وكلنا متذكرين اكيد بطوله كاس الامم الافريقيه في 98 مع بوركينا فاسو. كابتن عماره مصبح على حضرتك، ويعني برحب بيك في صباح اون تايم. وصباح لي طبعا
فرح معاك تقريبا. طبعا صباح الفل على حضرتك يا كابتن عمارة. صباح الفل عليكم، منورين الدنيا. بنور حضرتك طبعا كابتن عمارة. في البدايه عايزين نتكلم مع حضرتك على مباراه الاهلي وبالميراس، من وجهه نظرك يعني كنت شايف انه ممكن مجريات المباراه تتغير بشكل كبير، وهل ما قبل المباراه كنت شايف انه مباراه ممكن تمشي في اتجاه تاني خالص، ولا كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لك ما حدث في المباراه؟ هل التشكيل كمان اللي لعب بيه مستر بيتسو موسيماني كان موفق، ولا كان ليك تعليق على انه كان ممكن يدفع بعناصر غير اللي دفع بيها زي محمد شريف ممكن يدفع بيه في بدايه المباراه، بما ان هو اعتمد على عمرو السوليه وايمن اشرف ايضا؟ كابتن عمارة، كابتن عمارة حضرتك سمعنا؟ انا سامع حضرتك، انا سامع حضرتك تمام. حضرتك سمعت السؤال؟ سمعت. هو بدايه طبعا احنا عارفين ان احنا يعني دخلنا مباراه المونتري من غير اللاعيبه الدوليين للظروف طبعا السفر مع المنتخب والبطوله الافريقيه، انما الى حد ما اجتهدنا بالدفع بتاعه الجماهير والحماس واللاعيبه اللي شاركت لاول مره مع النادي في بطوله رسميه، العوامل كلها جمعت النادي الاهلي قدر يعدي المباراه الاولى. وجهه نظر انا الشخصيه عشان سؤال حضرتك يا فرح، لو انت بتتكلمي على ان موسيماني كان لازم ما يجازفش، يعني بمعنى ان هو كان لازم يعتمد على اللعيبه الدوليه بشكل قوي، يعني اللعيبه جايه لك، طب انت جايبهم ليه طالما انت مش هتعتمد عليهم كلهم، انت ما يعني جايبهم ليه؟ فبالتالي محمد شريف كان لازم طبعا ياخد المباراه من الاول، كان لازم يغير طريقه اللعب، يعني طريقه اللعب انت ليه راسس ورا ياسر ورامي وهاني ومجموعه كبيره، وحمدي فتحي يعتبر من الناس اللي هي بتلعب في برضه في الحته الدفاعيه، فانت عندك خمسه او سته لعيبه، انت اديت الانطباع لفريق بالميراس او المدرب ان انت خايف، انت بتدافع. لا، احنا لازم كنا نلعب بالشكل الطبيعي بتاعنا، محمد شريف يبقى موجود مثلا جنب طاهر محمد طاهر، بحيث ان الشحات يبقى له دور في الشوط الثاني مثلا. هو لعب يعني مش باربعه، هو لعب بخمسه المفروض، يعني هو الطريقه اللي احنا معتادين بيها وبنلعب بيها دايما 4-3-2-1، وطريقه كويسه وحافظينها. هو ادى انطباع ما تعرفيش 4-1-4-1 4-4-3-3، يعني انا شخصيا يعني كنت يعني مش عارف هو بيلعب بانه طريقه، هل هو بيدافع، هل هو بيهاجم، بس الاحساس اللي انا وصلني ان هو بيعتمد على الدفاع اكتر من هو نازل قلقان، نازل خايف، فعشان كده لعب ياسر ورامي وهاني. ومين كان بيلعب ناحيه اليمين؟ معلش، مين تاني ناحيه اليمين؟ ما اعرفش، حسين شحات وديانجو الشحات وطاهر محمد طاهر، ده تشكيل الاهلي بشكل عام. لا انا بتكلم على الناس اللي ورا الخاص ده، لا كان محمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومعلول كأظهرة بالظبط كأظهره او الرباعي اللي موجود ورا. وبعدين محمد امبارح برده او الماتش اللي فات، الماتشين اللي هم بتوع كاس العالم انديه، انت النهارده انت بتلعب، المفروض ان انت بتلعب بالكامب ده عشان تخلي الجناحين طايرين سواء هاني او علي معلول، انتاجهم الهجومي قليل جدا، يعني انتاجهم الهجومي قليل جدا. وبعدين انت ما لعبتش بفراوده صراح، يعني ياسر وطاهر حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وقفشه، دول مش فراوده صراح، انت عمال تشتغل بلعيبه نص ملعب وبتعتمد عليهم ان هم يبقوا فراوده. في المقابل انت عندك واحد زي محمد شريف ما لعبش مع المنتخب والمفروض ان هو يعني ما شاركش، فما عندوش ارهاق، فبالتالي كان المفروض يشارك، يبقى موجود من اول المباراه. ف يعني بشوف ان موسيماني كان قلقان، وخوفه ده طبعا هو سبب خساره النادي الاهلي اللقاء اللي كان امبارح. ايا كان يا كابتن عمارة، هتقابل اي من الازرقين سواء ازرق طبعا الهلال السعودي او ازرق الهلال كلاهما اكيد هينزل هيهاجم النادي الاهلي هجوم فظيع، يعني كلتا الفرقتين او العناصر الموجوده عناصر هجوميه فرقتين محترمتين، ولكن ازاي موسيماني يهرب من القصه دي؟ ازاي باغت الفرقتين ايا كان هيقابل مين فيهم؟ ازاي يلعب بتوازن دفاعي وهجوم من وجهه نظر حضرتك في المباراه القادمه؟ والسؤال الاهم والابرز، من يعوض غياب محمد مجدي قفشه؟ شوف يا محمد، انا بشوف ان
الماتش اللي جاي سواء مع تشيلسي او الهلال السعودي هيبقى صعب جدا جدا. انت شايف الهلال عمل نتيجه ضد الجزيره الاماراتي 6، دي اكبر نتيجه في كاس العالم للانديه تقريبا. عنده لعيبه يعني جامدين جدا، عنده عناصر مميزه جدا سواء الهلال او تشيلسي طبعا يعني انا مع، بس غالبا بنسبه كبيره هتقابل الهلال يعني. وكنت بقى طبعا الكره فيها كل حاجه، ممكن الهلال يعمل مفاجاه يعني. طبعا فالفرقتين طبعا جامدين يعني، اي واحد فيهم هيتعبك. انما خلينا نروح برضو يا محمد لتصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي. اتفضل. يعني انت عندك، انت يعني انت بتحابي على لعيبتك ولا بتهاجمهم ولا يعني؟ هو ايمن اشرف ده مش كابتن الفريق وكابتن النادي الاهلي طالع بيقول لك اصل ايمن يعني تهور او 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 يعني دون المستوى او ما تعلمش. يا عم ده انت المفروض تطبطب على لعيبتك، والكلام ده يبقى في غرف مغلقة ما يبقاش في مؤتمر صحفي. فالنهاردة انت موسيماني انا بشوفه خانوا التصريحات بتاعته في المؤتمر الصحفي، تصريحات عدوانية شوية بالنسبة للعيبته. بلس طبعا ان هو لازم يركز مع النادي الاهلي يعني، هو الفترة الاخيرة رغم ان هو يا كابتن عمارة كان مركز جدا جدا في التصريحات الخاصة به هو نفسه، يعني التصريح اللي قال ان الاهلي نادي كبير وان هو جه الامارات بطموحات كبيرة ولازم نكون متواضعين، عن نفسي احلم كثيرا بالاستمرار سنين وسنين في الكيان ده علشان اكون اسطورة، وهنا بيتكلم طبعا ان هو عايز يكون اسطورة زي مانويل جوزي اللي حقق 4 بطولات يا فرح ما انت دلوقتي في 7 سنوات. وقال اتمنى ان اقضي نفس ال7 سنوات وهو امر صعب جدا اسعى اليه، لان النادي الاهلي نادي كبير جدا واجتهد دائما حتى اكون على هذا القدر من التواضع. يعني هو مركز في كل مصطلح بيستخدمه فيما يخص علاقته بالنادي الاهلي والجمهور. بس هو خانوا برضو المصطلحات في بعض التصريحات يعني. النهارده اما بقول لما يقول فين جيل عماد متعب وائل جمعه يعني هو بقى نرجع كابتن محمود الخطيب يلعب تاني بقى وكابتن طاهر ابو زيد. صحيح ما هو كل جيل وله وقته وله ادانه يعني. انت نجيب لك وائل جمعه منين وبركات وعماد متعب وعماد متعب يعني نروح بقى نجيبهم منين يعني؟ مش فاهم برضه. صحيح يا عم اشتغل وركز بدل ما انت عمال تطلع في القنوات وتقعد في الاستوديوهات. وبعدين انت طالع في الاستوديوهات بتهاجم ايمن اشرف وانت كنت اصلا في ماتش المنتخب يعني. انت بتهاجم ليه ايمن اشرف وانت المدير الفني بتاعه؟ يعني ممكن ايمن غلط في ماتش المغرب او عمل ضرب الجزاء، ممكن انا اقول انتقده بطريقه دبلوماسيه، اقول والله خانوا التوفيق، ايمن المفروض ما يعملش تاكلنج هنا، ايمن لازم يبقى اهدى من كده. انما انت عمال طالع بتفطس في اللعيبه، ما هو ده مش لوجيك يعني. صح، توجه النصح وليس طبيعي. العتاب يعني. لا لا انا نصيحه بس ان هو اكيد بنحاول نوصل لها. وبعدين هو محمد خلي بالك، ما هو في امل كبيره جدا يعني. هو مدير فني النادي الاهلي ده مش حاجه صغيره، ده انت ما شاء الله كل سنه مؤهل ان انت تاخد بطوله افريقيا وتلعب كاس عالم للانديه وتبقى اسمك على طول في المحافل الدوليه. فهو في امل كبيره جدا طبعا. هو يتمنى يقعد 100 سنه مش 10 سنين ولا 7 سنين يعني، هو يتمنى يقعد كده. انما لازم مدير فني النادي الاهلي لازم يبقى على قدر المسؤوليه اكتر من كده، ودي وجهه نظر الشخصيه يعني. بالتاكيد كابتن عماره، يعني الحقيقه بنشكر حضرتك جدا دايما على تواجدك معنا في برنامج صباح اون تايم او قنوات اون تايم سبورتس بشكل عام. طبعا كان معانا فيها دي المداخله الهاتفيه كابتن محمد عماره، واحد من نجوم النادي الاهلي سابقا، واحد من اللاعبين اللي تالقوا في الدوريات الالمانيه، وايضا طبعا واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري. هنستكمل يعني مع حضراتكم باقي اخبار كاس العالم للانديه، ونركز شويه على بعض التصريحات الهامه جدا داخل بطوله كاس العالم للانديه. طبعا عارفين حضراتكم دايما المؤتمرات الصحفيه بيكون فيها بعض التصريحات الهامه، ولكن لو هنروح على فريق تشيلسي اللي فيه طبعا توخيل المدير الفني هو المسؤول او واخد زمام الاداره الفنيه، ولكن زولت لوف واحد من المدربين مساعدين تشيلسي طبعا في هذه الفرقه لاكد على صعوبه مباراه فريقه امام الهلال السعودي ليوم الاربعاء ان شاء الله في نصف نهائي بطوله كاس العالم للانديه. قال زولت لوف في المؤتمر الصحفي، تابعنا الهلال جيدا، فريق قوي، فريق فيه عناصر جيده، بيلعب في صفوف بعض اللاعبين اللي بنعرفهم، ونتوقع خوض مباراه
صعبه جدا. تابع ايضا قال اتكلم بقى على المدير الفني جارديم المدرب الخاص لفريق الهلال السعودي، قال ان هو مدرب معروف ليهم او يعرفوه بشكل جيد داخل تشيلسي، بيملك كفاءه عاليه، وسبق لبريرا اللي بيلعب كمان مع الهلال ان سجل في مرمانا هدف، ولديهم ايضا ماريجا وايجالو من اللاعبين المعروفين، وبنقوا من يعني فرقتنا او فرقه تشيلسي عندها مباراه صعبه ولازم نامن مرمانا في البدايه. وايضا اوضح بخصوص بعض اللاعبين اللي بيتالقوا في تشيلسي زي الظهير الايمن ريسا جيمس اللي قال ان هو لن يلعب لقاء الغد لازال عنده اصابه او مضاعفات من الاصابه. ايضا اتكلم على تشيلسي وفريق من طبعا اسف طبعا حارس المرمى ادواردو مندي اللي كان بيشارك مع السنغال امام منتخبنا الوطني المصري، قال ان هو وصل لابو ظبي وهيتم فحصه وهيقرروا بعدها امكانيه مشاركته من عدمها. ومن المرجح ايضا اتكلم كمان على حكيم زياش ان هو هيبدا اساسيا غدا وان هو لاعب مهم بالنسبه لهم. بشكل عام دي كانت ابرز التصريحات الخاصه بفريق تشيلسي واستعداده لمباراه الهلال السعودي. نروح معاكم دلوقتي بقى نشوف تصريحات اسبيكليكويتا لاعب تشيلسي الانجليزي، قال ان هو واثق في تحقيق فريقه لنتيجة ايجابية امام الهلال، وقال في المؤتمر الصحفي ايضا الهلال فريق خطير جدا وبيملك قوة ضربة في خط الهجوم، والوضع كان مختلف عندما خسرنا البطولة في 2012، سنبذل كل ما في وسعنا علشان نتوج باللقب. وكمان قال لم يسبق لنا الفوز بهذه البطولة، نحن على اتم الاستعداد علشان نحقق ده، ولاحظت ان نظرة الفرق الاوروبية لهذه البطولة مختلفة. وكمان أتم في تصريحاته ليس من المهم الآن الحديث عن مستقبلي مع الفريق، كل تركيزي هو منصب في تحقيق اللقب وهذه فرصتنا لكتابة التاريخ. أيضا على الناحية الثانية زي ما شفنا تصريحات تشيلسي لازم نشوف تصريحات الفرق الأخرى، فريق الهلال السعودي اللي بيدربه البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال اللي أكد أنه عنده ثقة كبيرة جدا في ظهور فريقه بمستوى مميز أمام فريق تشيلسي. قال أيضا في المؤتمر الصحفي أن كل مباراة مختلفة عن المباراة اللي بتسبقها، ومواجهة الغد أمام تشيلسي هتكون فريدة من نوعها دون أدنى شك. طبعا هو كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي امبارح، احنا النهاردة طبعا منتظرين هذه المباراة. أضاف أيضا أن هم في كامل الاستعداد للمواجهة، بنتطلع لتقديم مستوى متميز، وأن فريقهم أي فريق الهلال السعودي بيمتلك الأسلوب الهجومي وبيستحوذ على الكرة، هيحاولوا أن هم يوصلوا لمرمى فريق تشيلسي. والأهم التصريح الأخير اللي أضاف أن هناك مشكلة في تخطيط المباريات، أكد أن بعض الفرق لعبت 4 مباريات في 8 أيام وفرق أخرى بتلعب مباراتين فقط، يقصد أن الفريق اللي بيلعب السيمي فاينال بعد كده بيلعب الثالث او الرابع او بيلعب النهائي ايا كان، ان في فرقه في بعض الفرق بتلعب مباراتين فقط، فبالتالي مفيش تخطيط جيد وبيكونش دايما في فرصه للفرق اللي لعبت مباريات اكتر انها ترتاح او تعمل عمليه الاستشفاء. وتم تشيلسي مرشح للفوز بهذه البطوله ولديه فتره راحه اطول. اعتقد التصريح الاخير ده ممكن يكون بيلعب شويه على نفسيه لاعبي تشيلسي اللي متعودين اكيد على بعض هذه المباريات والضغوط العصبيه والنفسيه. نروح مع حضراتكم بقى لتصريح أثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، وهو من حكيم زياش. حكيم زياش فاجئنا جميعا بالأمس إن هو بيعتزل اللاعب الدولي. قال إيه حكيم زياش؟ قال لن أعود مجددا إلى المنتخب، هذا هو قراري النهائي، كل شيء واضح بالنسبة لي وأركز فقط على ما أفعله مع فريقي. كمان قال بالتأكيد أشعر بالإحباط، من منا لا يريد اللعب مع منتخب بلاده، لكن في النهاية هذا قرار وحيد خليلوزيتش وهو من يتخذ القرارات، يجب احترامها جميعا، انني من الواضح انني لست في حساباته. وطبعا بيقول لن اعود الى المغرب وهذا القرار يجعلني اشعر بحزن كبير واشعر بالاسف تجاه المشجعين. طبعا حكيم زياش شارك في 40 مباراة دولية واحرز 17 هدف. كمان أضاف في تصريحه قال إنه الحسابات أو الطريقة اللي بيتم على أساسها اختيار اللعيبة خلاص بقت واضحة أمام أعين الجميع، الكل عارف هي بتدار إزاي. فمن وجهة نظر طبعا حكيم زياش إنه خلاص يعني مهما إدى ومهما حاول ومهما سعى، هنا بنتكلم على لاعب كبير جدا بيلعب في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، ولكن واضح جدا إن خليلوزيتش ليه بعض التحفظات على حكيم زياش، وده اللي شفناه مع حضراتكم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، كانت بمثابة صدمة كبيرة جدا كمان للجماهير المغربية عدم انضمام النجم الكبير للمنتخب المغربي. ولكن القرار النهائي لحكيم زياش ان هو يعتزل اللاعب الدولي، لانه خلاص نقدر نقول كده بلغه الكوره في البعض بيكون قفل تجاه الحاجه دي، او شايف انه مهما ادى مهما اشتغل على نفسه او مهما عمل ده مش هيكون بمثابه انضمامه للمنتخب المغربي. بنتمنى له كل التوفيق.
استمرارا لرصد كافه الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، حصلت اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه بالامارات على تيشرت النادي الاهلي المصري، موقع من كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وايضا كل من المهندس خالد مرتجى رئيس البعثه، والكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، اللي وقعوا على قميص النادي الاهلي بناء على الطلب الخاص من اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه، اللي شافت ان النادي الاهلي من حقه ان هو يتم الاحتفاظ بالتيشيرت الخاص، خصوصا بعد المشاركه السابعه للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، تاريخ كبير جدا بيسطره النادي الاهلي من خلال مشاركته. واعتقد ان لفته طيبه جدا من اللجنه المنظمه للاحتفاظ بالتيشيرت الخاص بالنادي الاهلي، وموقع كمان من واحد من اساطير النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي حاليا. نستكمل مع حضراتكم باقي اخبارنا، ولكن نروح لاخبار منتخبنا المصري، وبيغادر اليوم البرتغالي كارلوس كيروش القاهره متجه للبرتغال علشان يقضي اجازه عده ايام قبل ما يعود للقاهره مره ثانيه، استعدادا طبعا لمباراتي السنغال في المرحله النهائيه المؤهله لكاس العالم 2022 بقطر. بيلتقي منتخب مصر مع السنغال في الذهاب، ده هيكون يوم 23 او 24 مارس المقبل في القاهره، قبل ان يكون لقاء الاياب ايضا في داكار يوم 29 من نفس الشهر باذن الله. الامور اللي بيتم حاليا مناقشتها في الاتحاد المصري لكره القدم هو تقليص عدد اللاعبين المحترفين من الموسم القادم او الموسم كمان اللي يليه، او يتم التقليص كمان ما يحصلش فجأة. يعني احنا دلوقتي القواعد بتقول ان في 5 لاعبين محترفين، ممكن الموسم القادم يتم تقليص العدد الى 4 لاعبين، والموسم اللي بعديه يكون 3 لاعبين، وان كان الاتجاه ان هو بعد كده يكون 3 لاعبين فقط. نفتكر زمان لما كان في بعض الحراس حراس المرمى المتألقين تم الغاء تماما وجود اي لاعب محترف في مركز حراسة المرمى عشان يحصل نهضة في مستوى حراس المرمى، وبالفعل من بعدها مصر بقى عندها مجموعة كبيرة جدا من الحراس، وجود حراس مرمى مصريين فقط في كل الأندية خلى عندنا بالفعل حارس واثنين وثلاثة واربعة، وشفنا في البطولة الشناوي وابو جبل وجاد وصبحي، وحتى اللاعبين اللي ما انضموش المهدي سليمان، الشناوي اللي بيلعب في بيراميدز ايضا موجود، بسام، الهاني سليمان، محمد عبد المنصف، حراس كتيره جدا، محمود جنش، مش عايزين ننسى حد، ولكن مصر الحمد لله بخير في مركز حراسه المرمى. دلوقتي حاليا بيدرس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه جمال علام ان هو يقلص عدد اللاعبين المحترفين في قوائم الانديه عشان يحصل طفره في جميع المراكز، ما يكونش عندنا فقط مركز حراسه المرمى هو اللي ضامنين انه يكون فيه لاعبين مصريين، لان في انديه كتيره جدا بدات تعتمد على اللاعبين المحترفين في مراكز معينه. خلاص بقينا متفقين وواضح لينا وجود مثلا معظم الانديه عندها راس حربه اجنبي، فبالتالي لما نيجي ندور في الانديه كده على اللاعبين المصريين هنلاقي النادي الاهلي مثلا عنده محمد شريف فقط، نادي الزمالك بيلعب بسيف الدين الجزيري، بعض الاحيان عمر السعيد، النادي الاسماعيلي بقى دلوقتي عنده رؤوس حربه كلهم اجانب، فبالتالي اتاثرنا شويه في مركز راس الحربه. ايضا مركز الظهير الايسر عندنا باكات ليفت كتيره جدا اجانب، مركز الوسط المدافع او لاعب رقم 8 متواجد فيه ايضا لاعبين كتيره جدا، فبالتالي من الافضل لكره القدم المصريه بناء على الطلب المقدم من كارلوس كيروش ان هو يقلل اللاعبين المحترفين. وايضا كابتن وائل جمعه مدير المنتخب الوطني المصري اللي اكد ان وجود 5 لاعبين في محترفين في الدوري المصري من الامور السلبيه اللي اثرت شويه على الاختيارات اللي موجوده، لان هم لما بييجوا يدوروا في مركز بيلاقوا معظم المتالقين في الدوري المصري لاعبين اجانب، وبيكون في ندره شويه في بعض المراكز في عمليه الاختيار الخاصه باللاعبين المصريين. قرار مهم، قرار يحترم، قرار من شانه ان احنا ندي فرص للاعبين كتير صغيرين ان هم يبداوا يشاركوا مع انديتهم، او حتى لاعبين متمرسين عندهم خبرات الدوري العام ممتاز بالظهور مع انديتهم، ونقلل شويه اللاعبين المحترفين. ده كان احد ايضا الاخبار الهامه اللي موجوده حاليا في الساحه الرياضيه. بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على ابرز اخبار منتخبنا المصري، بالتاكيد هننتقل معاكم للدوريات الاوروبيه، وتفاصيل كثيره هتكون مع الناقد الرياضي والمحلل الرياضي الدكتور عثمان ابراهيم. من صباح لحضرتك دكتور عثمان، صباحك زي الفل. صباح الخير يا فرح، وصباح الخير يا غانم، وصباح الخير لكل مشاهدي وانت سبورت في كل مكان. بنصبح عليك، واكيد يعني عفوا خلصنا بطوله كاس الامم الافريقيه، دخلنا في معمعة كاس العالم للانديه، مباريات مثيره، وان كان الحدث الابرز مباراه النادي الاهلي مع بالميراس البرازيلي، كان عندنا امال ان احنا نشوف النادي الاهلي لاول مره في المباراه النهائيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. النهارده ايضا في مباراه اخرى، الهلال السعودي بيواجه فريق تشيلسي، هتشوف ازاي المباراه ديت، وايضا لو هنتكلم على مباراه النادي الاهلي. تمام، تعال نبدا من النادي الاهلي وبالميراس البرازيلي. طبعا كان في طموحات كبيره زي ما انت قلت، الاهلي يوصل للنهائي لاول مره في تاريخه في كاس عالم الانديه، ويجيب بقى ميداليه من نوع جديد بعيد عن البرونزيه، سواء كانت تبقى ذهب او فضه، وكانت تبقى طبعا انجاز تاريخي.
لكن الظروف المعاكسه صعبه جدا. يعني انا شايف ان لعبه الاهلي على المركز الثالث والرابع يعتبر انجاز كبير في ظل الظروف اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت. فكره ان يحصل بطولتين يخشوا في وقت واحد دي عمرها ما حصلت في تاريخ كره القدم العالميه، ان نلاقي بطوله قاريه يتداخل مواعيدها مع كاس العالم للانديه والاتحاد الدولي، لكل اسف لم يتعاون مع الاتحاد الافريقي. وزي ما احنا شايفين كده كان في حاله يبدو من العناد بين الكاف والفيفا، وده امر واضح، وبكل اسف اللي دفع الثمن بطل دوري ابطال افريقيا اللي هو النادي الاهلي في هذه الحاله او في هذه النسخه. يعني كنا شفنا طبعا كان في محاولات قويه جدا جدا من فيفا وانفانتينو ان يتم تاجيل او الغاء كاس افريقيا، لكن كان في اصرار كبير جدا جدا من القاره السمراء وطبعا سمو الايتو والكاميرون على تنظيم البطوله في مواعيدها دون اي تغيير ولا تعديل. لا الكاف قدم كاس افريقيا ولا الفيفا اخر كاس عالم الانديه عشان النادي الاهلي يدفع ثمن غالي ويفتقد العدد كبير جدا جدا من لاعبيه. وكان طبعا في سوء حظ كمان وسوء توفيق، واحد زي بيرسي تاو انت صفقه جايبها من العيار الثقيل عشان خاطر كاس عالم الانديه يصاب قبل هذه البطوله وبالتالي يغيب عنها، كمان بيغيب عنك 6 لاعبين دوليين ابرزهم محمد الشناوي للاصابه، كمان اكرم توفيق اتصاب برباط صليبي وغاب عن الفريق، حتى بديله عمار حمدي اللي بيلعب باك يمين ووسط الملعب جاله رباط صليبي هو كمان. فسوء توفيق حصل مع النادي الاهلي بشكل غير طبيعي. فاعتقد فكره ان انت توصل للثالث والرابع يعتبر في حد ذاته انجاز، سواء بقى خد البرونزيه الثالثه في تاريخه او حتى خد المركز الرابع هيظل انجاز للنادي الاهلي بعد الخساره من بالميراس امبارح. طبعا احنا شايفين فريق بالميراس الاهلي كسبه السنه اللي فاتت بركلات الترجيح، لكن الفريق دعم نفسه، الفريق البرازيلي دعم نفسه بحوالي 10 لاعبين جدد، فبالتالي فريق بالميراس اللي شفناه امبارح يختلف تماما عن اللي شفناه مع النادي الاهلي من سنه بالظبط، وقتها الاهلي فاز بالبرونزيه وبالميراس هو طبعا خد المركز الرابع، لكن المره دي بالميراس اخذ بصقر الكروي وكسب 2-0 امبارح. والاهلي على فكره كان فيه لحظات كتير خلال اللقاء كان ممكن يرجع فيها، لكن طبعا الامر كان صعب جدا جدا بظل ان اللاعبين واصلين قبل 24 ساعه، اللعيبه الدوليه الخمسه وصلوا قبلها ب 24 ساعه، وانت بدات باثنين منهم كمان في التشكيل الاساسي، وطبعا بعد كده سحبت عمرو السوليه، وواضح طبعا عليه الاجهاد بشكل كبير جدا جدا سواء للمشاركه مع منتخب مصر او حتى ساعات السفر الطويله من الكاميرون الى القاهره من القاهره الى ابو ظبي. فاعتقد يعني الظروف المعاكسه دي اعتقد النتيجه اللي حققها النادي الاهلي تعتبر مرضيه الى حد كبير. طبعا لو دخلنا بقى على تشيلسي والهلال، مباراه من العيار الثقيل، مباراه خارج التوقعات، فريق الهلال عامل صفقات شتويه قويه جدا جدا خصوصا في الشق الهجومي، طبعا ضم ايجالوه مهاجم منتخب نيجيريا واحده من الصفقات المهمه والتقيله جدا جدا، اضاف قوه مع موسى ماريجا اللي موجود اصلا مهاجم منتخب مالي. فاعتقد المنتخب الفريق الهلال السعودي فريق قوي جدا جدا على الصعيد الهجومي، واعتقد ان تشيلسي ومسؤوليه اعترفوا بالنقطه دي وقالوا ان الهلال عنده هجوم قوي جدا جدا جدا، مدربه جارديم مدرب متمرس وعارف ازاي يقابل فريق كبير زي تشيلسي الانجليزي. تشيلسي عنده طبعا بعض الغيابات، فكره مندي هيلعب مش هيلعب هو برده في الاخر حارس مرمى، ربما حتى لو مجهد شويه وارد ان هو نشوفه في اللقاء، لكن طبعا ريس جيمس اللي هيغيب عن تشيلسي في الدور الايمن غياب كبير وتقيل جدا كان عند دفاع تشيلسي، ولعب ادوار دفاعيه وادوار كمان هجوميه. ماتش النهارده خارج التوقعات، يعني ممكن نقول ان الهلال ممكن يعمل مفاجاه من العيار التقيل ويوصل للنهائي، وساعتها بقى الاهلي ممكن كان نفسه يواجه تشيلسي في نهائي، ربما يلاقي نفسه يواجهه في ثالث والرابع. دكتور عثمان شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، دايما بنسعد النهارده يمكن ملف الخاص كنا بنتكلم عليه بخصوص كأس العالم للأندية، بنتكلم عن النادي الأهلي وتعليقك طبعا على سبب خسارة النادي الأهلي من بالميراس بالأمس. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في باقي البطولة في كأس العالم للأندية، ودايما حضرتك بتكون معانا وبتطلعنا على آخر التفاصيل وآرائك وتحليلاتك الفنية. بنستكمل مع حضراتكم باقي اخبارنا، وصلنا معاكم دلوقتي لاخبار القلعه البيضاء نادي الزمالك. اتفق امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكره بالزمالك مع كارتيرون على ان الاداره لن تتعاقد مع اي لاعب في الفتره اللي جايه الا بعد عرضه على المدير الفني للفريق. جه قرار اداره الزمالك حتى يتعاقد النادي مع لاعبين على مستوى عالي ويكونوا مفيدين فعلا للفريق في الفتره اللي جايه، وده علشان يظهر الفريق بمستوى جيد في كل البطولات اللي بيشارك فيها، وده اعتقد يعني اقل حقوق المدير الفني ان يكون اختيارات المدير الفني هي اللي بيتم التعاقد عليها من قبل اداره نادي الزمالك او حتى اي نادي. فطبعا قرار سليم وصائب جدا من مجلس الاداره ان يكون في تعامل مشترك ما بين مجلس الاداره والمدير الفني حتى يتم التعاقد مع اللعيبه فعلا المستر باتريس كارتيرون محتاجهم في الفريق في الفتره المقبله.
استمرارا لرصد اخبار نادي الزمالك، 6 لاعبين دولين شاركوا في بطوله كاس الامم الافريقيه في نسختها رقم 33 مع منتخبنا الوطني المصري. الجهاز الفني لنادي الزمالك بيفضل ان هو يعني يعود هؤلاء اللاعبين للمشاركه في التدريبات الجماعيه ابتداء من غد الخميس باذن الله، وطبعا بعد وصولهم الى القاهره يوم الاثنين قادمين من الكاميرون. كانوا خدوا راحه 3 ايام، كان كارتيرون فضل ان هو يديهم راحه 3 ايام عشان يكون في عمليه استشفاء، اللعيبه تشوف اسرها مره ثانيه، الخروج من الحاله النفسيه بعد الهزيمه. 6 لاعبين وهم بالطبع محمد ابو جبل في مركز حراسه المرمى، ومحمود حمدي الونش، محمود علاء، احمد فتوح، وامام عاشور، واحمد سيد زيزو، دول اللاعبين اللي كانوا رفقه منتخب مصر في بطوله كاس الامم الافريقيه، هيرجعوا للتدريبات ابتداء من غد الخميس باذن الله. الخبر اللي معانا دلوقتي بيتكلم على انه وارد انه طارق حامد ما يلحقش المباراه القادمه في بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه لنادي الزمالك، هي مباراه باترو اتلتيكو، وبيواصل طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك البرنامج التاهيلي اللي تم وضعه ليه من الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه، وده يعني ممكن يخلي كده في شكوك حوالين ان هو يلحق بالمباراه المقبله القادمه امام باترو اتلتيكو في الجوله الاولى بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا المقرر ليها يوم السبت 12 فبراير باذن الله. اللاعب بيعاني من كدمه قويه في الركبه، وده خلاه يخضع للعلاج وبعدها لبرنامج تأهيلي أيضا. الكاف طبعا بالطبع بيحب دايما ان هو يعلن عن اسماء الحكام من قبل كل مباراه. يوم السبت ان شاء الله الزمالك هيواجه باترو اتلتيكو في افتتاح مباريات دور المجموعات. نادي الزمالك هيكون في هذه المباراه مكلف بادارتها تحكيميا كل من الكونغولي جان جاك، نضالان جامبو حكم ساحه، هيعاونه كل من مواطنه اوليفير سفاري كمساعد اول، وسليماني امالديني من جزر الكومور كمساعد ثاني، محمد عثماني من جزر الكومور هيكون حكم رابع. ده الطاقم التحكيم اللي تم اعلانه من قبل الكاف وتم ابلاغه رسميا لنادي الزمالك عشان يكونوا مستعدين لاداره واحده من المباريات الهامه لنادي الزمالك المقرر ليها ان شاء الله يوم السبت المقبل على ارضيه استاد القاهره. مشاهدينا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا في صباح اون تايم وباقي الفقرات وباقي الاخبار. ابقوا دائما معنا على شاشات اون تايم سبورتس. مستمرين معاكم في باقي فقراتنا، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرتنا السوشيال ميديا. نبتديها معاكم من صفحة النادي الأهلي واللي نشرت صور من الملعب لجماهير النادي وكتبت عليها: لقطة اليوم، جمهور الأهلي يحيي الجهاز الفني واللاعبين عقب نهاية المباراة. استمرارا لبطولة كأس العالم للأندية وأبرز ما جاء في السوشيال ميديا، اللي طبعا نشر صورة من احتفال لاعبي بالميراس بعد الفوز على النادي الأهلي وكتب عليها: نراك في نهائي كأس العالم للأندية بالميراس. نروح معاكم لصفحة بايرن ميونخ واللي احتفلت بذكرى فوز الفريق على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم 2-0 ونشرت صورة من الماتش وكتبت: وكأنه امبارح في مثل هذا اليوم. أما عن أبرز ما جاء في أخبار السوشيال ميديا والصفحات العالمية وصفحة رسمية لفريق ليفربول اللي نشرت صورة لمحمد صلاح في أول تدريباته بعد العودة من كأس الأمم الأفريقية وعلقت عليها الملك. نروح معاكم لأحمد المحمدي لاعب منتخب مصر وهال سيتي السابق واللي نشر صورة لي مع محمود حسن تريزيجي واللي انتقل لصفوف باشاك شهير التركي وكتب: كل توفيق لك، اذهب وافعل ما تريد لتعود أقوى. أما عن زلاتان إبراهيموفيتش اللي نشر فيديو ليه من تدريباته وعنده 40 سنة، إبراهيموفيتش من مواليد 81 ولكنه حتى هذه اللحظات مستمر وبشكل قوي جدا في بطولات الدوري الإيطالي مع فريق الإي سي ميلان، بيؤدي بشكل جيد وكمان بيؤدي تدريبات بدنية شاقة. تعالوا نشوف هذا الفيديو مع بعض ونرجع نكمل مع حضراتكم. وصلنا معاكم للوقت اللي بنستعرض معاكم فيه ابرز تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده، وسؤالنا ليكم كان بيقول: في رايكم ايه رايكم في اداء الاهلي في مواجهه بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه؟ وطلبنا منكم تقولوا كل التفاصيل الخاصه بالمباراه، طبعا من وجهه نظركم ايه رايكم في النتيجه ومجريات المباراه وكمان اداء النادي الاهلي. ابرز التعليقات اللي جات لنا كانت كالتالي:
محمد حمادة اللي بيقول أداء كان ضعيف في الشوط الأول وكان قوي جدا في الشوط الثاني وكنا نقدر نكسب ولكن قدر الله وما شاء فعل. أما عطية سيد بيقول يوجد أخطاء ولكن لن أبرر الأخطاء ودي ظروف طارئة وتعدي إن شاء الله. أهلاوي منذ 50 سنة وبحبك يا أهلي. نستكمل إجابات متابعينا واروح ليوسف اللي كتب صباح الخير عليك يا فرح، انت وغانم بنصبح عليك صباحك اكيد. صباحك زي الفل يا يوسف. وجهة نظر ان الاهلي كان محتاج يبدا بمحمد شريف واحمد عبد القادر وان شاء الله القادم افضل. اما اخر تعليق من عبد الرحمن واللي كتب السيناريو كان متوقع الصراحه من القايمه دي واللي جاي احسن ان شاء الله. اللي جاي افضل دايما واللي جاي احسن دايما ان شاء الله على النادي الاهلي وعلى كل الانديه المصريه. هنا بنتكلم على النادي الاهلي طبعا اللي بيمثل مصرنا الحبيبه، ان شاء الله تكون المباراه القادمه بمثابه خير عليه ويكون طبعا في يعني اعاده كده هيكله واعاده حسابات للاخطاء اللي حدثت في مباراه بالميرس. ان شاء الله يا غانم يكون في اعاده حسابات علشان نشوف الاهلي بيظهر بالشكل اللي احنا معتادين عليه في المباراه المقبله باذن الله. ان شاء الله يا فرح ووصلنا لختام الحلقه بشكرك اكيد بشكرك ودايما بسعد بوجودي معك يا غانم. ايضا شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي قناه اون تايم سبورتس. كده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من صباح اون تايم. غدا ان شاء الله لقاء يتجدد، ابقوا دائما معنا على شاشات اون تايم سبورتس.